بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي طلاب الثانوية العامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معا نلتقي في لقاء الأحد، بنحل إن شاء الله بإذن الله عز وجل الواجب اللي على المحاضرة رقم 24. المحاضرة اللي معنا بإذن الله عز وجل الواجب اللي كان فيها مهم جدا، احنا الحمد لله بدأنا في الوحدة رقم 5 في النحو، أخذنا فيها المرة الماضية نصب المضارع وجزم المضارع. الواجب اللي عليه كان كبير، الأسئلة كانت متنوعة وكانت متدرجة. بعدها إن شاء الله بإذن الله عز وجل بننتقل إلى أدب المهاجر، هنحل إن شاء الله عليه الجزء اللي بنسميه الأسئلة الاختيارية. المرة القادمة بقدر الله عز وجل إن شاء الله نحل اللي هي الشواهد الشعرية على أدب المهاجر إن شاء الله. بعد هذا بنلتقي مع نص نثري متحرر للأستاذ الزيات. بعدها بقدر الله عز وجل بننتقل إلى قطع قراءة، مقال قراءة متحرر بنتكلم فيها إن شاء الله برضو، ونتدرب على نظام القراءة المتحررة، ثم نموذج بلاغة. بعد هذا بننهي بقصة الأيام الفصل رقم 3 الجزء الثاني من قصة الأيام. أرجو من كل ولادي وحبيبي يفتحونا إن شاء الله على صفحة 26. طبعا الكتاب خلاص الجزء الأخير قدامنا، بقى الآن موجود في المراكز والسناتر. إن شاء الله بإذن عز وجل نفتح بإذن الله كده، نبدأ حبيب الشباب، نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله توكلنا على الله. نبدأ كده حبيبي نصب المضارع. حبيبي كده إن شاء الله نبدأ كده مع بعض. أول مثال بيقول: يسرني أن تنجحوا جميعا وأن تصلوا إلى غايتكم العظمى. ما تحته خط يا رب. يا أحبائي، قلنا أن كلمة تنجحوا هذا فعل من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة كل مضارع اتصل به ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، ترفع بثبوت النون لكن تنصب وتجزم بحذف النون. فهذا مضارع، هل ده مضارع مجزوم بحذف النون؟ كلا يا أبنائي. طب هل هذا مضارع منصوب بحذف النون؟ الإجابة نعم. لماذا؟ لأنه فعل من الأفعال الخمسة. السؤال الثاني: اجتهدوا حتى تفوزوا بالنجاح سريعا. طبعا اجتهدوا فعل أمر، عشان بعض ولادنا كان قالوا دي فاء سببية. لا يا شباب، فاء السببية تأتي مع المضارع. فاجتهدوا حتى تفوزوا، حتى أداة من أدوات نصب الفعل المضارع. تفوز فعل مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون. طيب أي الاختيارات صواب؟ هل ده فعل مضارع مجزوم بحذف النون؟ خطأ. طيب هل ده فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط؟ خطأ. أم ده فعل مضارع منصوب بحذف النون؟ الإجابة الصائبة يا أبنائي إنما هي كما ترى، فعل مضارع منصوب بحذف النون. السؤال رقم 3: ليخلص اللام دي يا شباب لام الأمر، ما هيش لام التعلي يا أحبائي، دي لام الأمر. ليخلص كل منكم يا أبنائي لترقى البلاد. اللام دي لام تعليل وهنا في وقفة. لما جينا حبايبي شرحنا، قلنا الفعل المضارع إذا دل على مفرد بينصب بالفتحة الظاهرة لو كان صحيح، عليك أن تصنع الخير، ينصب كذلك يا إخوانا بالفتحة الظاهرة لو كان آخره واو أصلية، عليك أن تدعو للخير. طب لو كان يا أصلية برضو بالفتحة الظاهرة، عليك أن تمشي في الخير. أما يا أبنائي اللي هو فعل مضارع معتل بالألف زي كلمة يرقى وينأى ويقوى، لا دي بيكون عندنا فتحة مقدرة مقدرة، ودي تفكرك بالاسم المقصور زي كلمة مصطفى ومرتضى. تعال نشوف كده، ادي كلمة زي لترقى، هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. خطأ يا أبنائي. هذا فعل مضارع منصوب بحذف النون، لا ده حذف النون طبعا، دي الأفعال مين؟ الخمسة. طب ده فعل مضارع مرفوع، الإجابة خطأ أبنائي، لأن طبعا عند سيادتك اللام لام التعليل. إذن الإجابة الصواب فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة. السؤال رقم 4: عليك بالطاعة حتى تدنو. لاحظوا يا أبنائي هذا فعل مفرد،
يعني مش افعال خمسة، الف اتنين او واو جماعة او ياء مخاطبة، هذا معتل بالواو بل الفتحة الظاهرة يا ابنائي. يبقى هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، الاجابة سليمة ولكن ليست المقدرة يا شباب، لان المعتل بالواو المعتل كما ترى قلنا بالياء الفتحة ظاهرة. عليك ان تمشي، راعي انا بكلم واحد، هذا معتل بمين؟ بالياء. قلنا لولادنا إذا كان معتل بالياء فالفتحة بتكون ظاهرة. هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، الإجابة عندنا إجابة صواب. السؤال ستة، يسرني أن تحقق النجاح في كل أموركما. أحبائي تحقق بتدل على واحد ولا اتنين؟ بتدل على اتنين. يبقى دي الافعال الخمسه كل مضارع اتصل بألف اتنين ترفع بثبوت النون، النصب والجزم حذف النون، حذف النون. اذا لما نختار بقى هل ده فعل مضارع يا ابنائي منصوب وعلامه النصب فتحه؟ لا، هذا الاختيار خطا. فعل مضارع منصوب وعلامه النصب الفتحه المقدره اختيار خطا. طيب هل هذا فعل مضارع منصوب وعلامه النصب حذف النون؟ اجابه صواب. طيب أيتها المصرية عليك أن تحافظي. يا شباب احنا جينا أثناء الحصة واحنا بنشرح بنقول لولادنا حبيبي ياء المخاطبة لها حالة خاصة، لازم تكون بتكلم أنثى، إما تنادي عليها بالاسم أو بالصفة، يعني يا فاطمة عليك أن تأكلي، أو أيتها المصرية عليك أن تعملي، رجاء ثم رجاء. خلي بالك من ياء المخاطبة، هو بيكلم آنسة بيكلمها بالصفة أيتها المصرية، هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة؟ لا، إجابة خطأ. طب هل هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة؟ خطأ أبنائي. أم أن هذا فعل مضارع مرفوع؟ لا، لأن أن أداة من أدوات النصب. إذن الإجابة الصواب إنما هي رقم دال فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون. لم يكن القاضي ليحكم. أبنائنا الشطار ربنا يحفظكم جميعا، أبناء الثانوية العامة ربنا يحفظكم، قلنا لام الجحود تسبق بماذا؟ بكون منفي، والإعراب هو واحد، يا فتحة يا حذف النون. طيب إيه يا إخواننا لام الجحود؟ إذا سبقت بكون منفي ما كان لم يكن ما كنت. اقرأ. لو قلت لك الآتي، لم يكن القاضي ليحكم بغير العدل، طبعا دي لم يكن، اذا ده بنسميه الكون المنفي يا ابنائي. اللام دي لام مين؟ لام جحود. هكذا. طيب ايه راي سيادتك لو حبيت تعرف الفعل؟ الناس الشاطره ربنا يحفظها، يبقى هذا فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامه النصب الفتحه الظاهره. طبعا ادي لم، ادي الجزم ان شاء الله ناخدها، يكون ده الفعل المضارع الناسخ، القاضي اسم يكن والجمله الفعليه كلها خبر يكن، بس وعاوز اعراب منفرد كلمه ايه ليحكم. صفحة 27 واجب كتاب اللواء في اللغة العربية الثانوية العامة. قال ربنا في القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا يا رب؟ ليغفر. اللام دي لام تعليل بين خالص. طيب هل تنفع يا اخواننا لام جحود؟ لا يا مستر، لان مش عندي كون منفي. طيب هل دي تنفع تكون قدام سيادتك لام امر؟ لام الامر بتبقى جازمة وليست لام جر. يا ابني الافعال لا تجر. السؤال رقم 11، لم يكن العقلاء ليجهلوا. فعل مضارع منصوب. أبنائي أحبائي الكلام مكرر، الوحدة مهمة جدا وإن شاء الله سهلة جدا. لاعي أو راعي إن لم أداة جزم، يكن ده بنسميه الكون المنفي. اللم دي لم مين يا أبنائي؟ قولوا معي كده، جحود. طب ده واحد ولا جماعة؟ جماعة يا أستاذنا. يبقى إذن هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب أبنائي أحبائي إنما هي حذف النون كما ترى. السؤال رقم 12، قال ربنا وقلوا واشربوا. لماذا يا رب؟ حتى يتبين. بيقول لي سيادتك المضارع يتبين منصوب بعلامة أصلية أم علامة زائدة أم علامة فرعية أم مقدرة؟ يا أحبائي الفتحة علامة أصلية، حذف النون هي العلامة فرعية. السؤال رقم 13 بيقول ما كان اللئيم لينفعك. حذرت ولادي وبناتي، حاسب من أي فعل في ضمير، اوعى تنخدع أو تخاف. الناس الشطرة لها نظام، بتشيل الضمير ترميه برا، بقى فعل مفرد ما كان اللئيم لينفع مضارع منصوب بالفتحة. لكن ولادي وحبيبي اللي عندهم خلفية، احنا طبعا عاملين المراجعة هذا الاسبوع، حلينا طبعا او رجعنا الوحدة التالتة، من ضمن ما فيها اعراب الضمائر. قلت لك ايه في الضمائر؟ هيك الهاء والياء والكاف، اذا اتصلت بالفعل بتعرب عندي مفعول به، لينفع هو الكاف، فعند الاعراب هذا مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة النصب هنا الفتحة الظاهرة احبائي وابنائي. والكاف انما هي ضمير مبني، ضمير مبني في
في محل نصب مفعول به أبنائي الشمال. اقرأ ما كان الحقود ليقدرك. المحل الإعرابي للضمير الكاف في الفعل يقدر. طبعا أبنائي أحبائي أن الكاف أو الهاء أو الياء إذا اتصلت بنهاية الفعل هي مفعول به، أي يقدر هو الكاف، فإذا هي في محل نصب مفعول به. الإجابة كانت عندنا هي الإجابة الصاب، ليست يا أولاد في محل رفع فعل وليست في محل نصب خبر إلى آخره، بل ليقدرك يقدر هو الكاف، الكاف هي ضمير نصب يا أبنائي، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. اقرأ لم يكن المتكاسلان ليسعد أحبائي، اللام لام جحود. ليه يا أستاذ؟ الإجابة عشان مسبوقة بكون منفي. أنا هعرف إزاي مستر؟ هقول فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود، وعلامة النصب يا أولادي بكلم اتنين أحبائي، ده منصوب بحذف النون. اقرأ فعل مضارع منصوب بالفتحة، الإجابة غير صائبة. فعل مضارع منصوب بالألف طبعا خطأ. فعل مضارع منصوب بحذف النون، نعم دي الإجابة الصواب أبنائي أحبائي، فعل مضارع منصوب بحذف النون. إعراب الجملة كاملا، لم أداة جزم، يكن مضارع ناسخ مجزوم، المتكاسلا اسم يكن مرفوع بالألف لأنه مثنى، الجملة الفعلية في محل نصب خبر يكن. السؤال رقم 16، ده نموذج جميل جدا، بيتكلم يا حبيبي عن ضبط الأفعال. بيقول لك اصبر في مسعاك، هذا مصدر ميم يا أبنائي، أي في سعيك. حتى نقط إلى أسمى منزل، حتى تسمو ولا حتى تسمو ولا حتى تسم ولا حتى تسمن. بالمنظر ده رأي حاجة مهمة، هو كاتب تسمو وكاتب تسمو. المثال ده بيحله الطالب الشاطر اللي يعرف الفتحة المقدرة والظاهرة. أي فعل مضارع معتل بالواو أو معتل بالياء أقدر أحط عليه مين؟ الفتحة، لأن هذا كده مرفوع بالمنظر ده يا أبنائي. لكن الصواب أبنائي أحبائي أن أقول هكذا حتى تسمو. السؤال 17 بيقول ما كان الصادقون لنقط، أكمل بفعل مناسب، ليكذبون. خطأ يا أبنائي. ليه يا مستر؟ الإجابة اللام دي لام جحود، هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. لا غلط يا أولاد. ليه اللام دي لام جحود بتنصب؟ طيب يكذبنا، لا والله ما تنفعش. تكذبين، ليه كلمة عندنا يا أبنائي يكذبنا؟ دي عندك اسمها نون النسوة، هناخدها إن شاء الله فيها بعد. تكذبين ما تنفعش يا أبنائي. الصواب هكذا ليكذبوا، الإجابة ليكذبوا، دي الإجابة الصواب أبنائي. هذا فعل من الأفعال الخمسة، فعل مضارع عندنا منصوب بحذف النون. أحبائي الشباب، ما كنتم لنقط الحقيقة إلا بالتأمل. عندما نكمل بمضارع منصوب نقول ما كنتم لترون. خطأ يا أبنائي، اللام دي لام جحود بتنصب. إزاي؟ هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ما ينفعش يا شباب. طيب ترون خطأ، لترون أو لترون خطأ. الصواب ما كنتم هكذا يا إخوانا لتروا، دي الإجابة عندي يا أبنائي. الصواب الصواب الله، هي ليه دي إجابة صائبة يا مستر؟ الإجابة عندنا هذه لام جحود، هذا فعل مضارع منصوب بعد لام الجحود وعلامة النصب حذف النون. 19، كن سديد الرأي، كن سديد الرأي فيحسن تقدير. هنا قف، احنا في الحصة الأساسية لو حد الذاكرة بالسعد أشرت لأولادي إلى أمر خطير، فاء السابية مرهقة وهنعوزها كتير جدا في الوحدة دي. قلت لي سادتك فاء السابية حرف فاء، هذه الفاء يا أبني تأتي بعد طلب أو بعد نفي، وبعد نحفظ إيه الطلب يا أبني؟ الأمر، النهي، الاستفهام. كذلك عند التمني بليت، الترجي بلعل، العرض ألا ألا الخفيفة، أو التحضير هلا. أقول هل تذاكر فتنجح؟ سابية عشان في مين؟ استفهام. كن مخلصا فتسعد عشان في امر، يبقى ده مفتاح زي ما عدنا نعيد ونزيد فيها. اذا لازم طلب، انا ما لقيتش الطلب ابنائي احبائي، يبقى دي نفي قبلها نفي. ما قصرت، النفي يا اولاد فاندم، ما قصرت فاندم، ها لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يتكاسل الطالب فينجح. طب في عندي فاء عاطفه، مثلا كان اقول دخل محمد فاكل فشرب، عشان كان في مثال لهذا بعض اخواننا ما خدوش بالهم. تعال نشوف كده مع بعض يا حبيبي. كن ده الطلب هو يا ابنائي، فيحسن دفاع سابية على طول، فيحسن هذا فعل مضارع منصوب بالفتح على طول وليس عندنا مجزوم يا اولادي يا حبيب قلبي. الفاء دفاع مين؟ سابية. بيقول لك فعل مضارع مجزوم اجابه خطا، فعل مضارع مرفوع اجابه خطا. صفحه 28، تطبيقات كتاب اللواء. حبيبي احترم الناس فيعلو. كنا قلنا كلمة يا ولادي الشباب الحمد لله، ودايما عايز اطمن ولادي، انا بتكلم بصدق،
نحمد ربنا عز وجل ان النحو ما بقاش قطعة. خلي بالك يعني لو طالب ربنا يحفظه عنده عزيمة يقفل درجة النحو هذا العام، مهما عمل ما عمل وجاب مثلا ألغاز نحوية أو غيره سهل نجيبها، بس جمل سهلة غير القطعة تتعبك. فالناس النهاردة الشطر عارفة القانون، أي فعل مضارع مبدوء بفاء أقف بالقلم عليه، أقف عليه وبكل هدوء، حبيبي وحبيبتي بص قدامه، هل في أمر؟ آه خلاص يا بيه، احترم الناس، النتيجة فيعلوها. فدفاع عطف؟ لا يا أبنائي. طب هل دفاع استئناف؟ لا يا شباب، لكن اللي قدام سيادتك دي حبيبي هذه فاء السببية. أحبائي الصلاة 21، افهموا تعاليم دينكم فتنالوا. فهمنا اللعبة يا أخوان، أوف هنا في فاء، طيب بص هنا الأمر هو يا رجالة، إذن هذه سببية سبقت بطلب. الإعراب النموذجي، فعل مضارع منصوب هذا بحذف النون، طيب هل ده مضارع مجزوم؟ لا يا أخوان ليس هذا جزم. طب ده مضارع مجزوم بحذف النون؟ لا يا أبنائي غلط. طيب مضارع ده جواب الطلب؟ لسه ما اتخذش يا أبنائي. الصاب هذا فعل مضارع قدام سعادتك، إنما منصوب بحذف النون. تمسك بأوامر الله تنجو أو فتنجو، الأمر هو يا رجال، إذا دفاع سابية أحبائي. هذا فعل مضارع منصوب بالفتحة أم فعل مضارع مجزوم بالسكون أم فعل مضارع مرفوع أم فعل مضارع منصوب بحذف النون؟ اوعى تقول حذف النون، أنا ما بنهزرش مع الناس، عشان بعض أولادنا بيتكعبلوا، يا حبيب قلبي بيحط لك ألف كده فتنجو، يا أولادي يا حبيبي اوعى تقول لي كلمة حذف النون. لو سمحت من فضلك، الفرق بين المفرد والجماعة أدي فعل زيادة، وده احنا ناس كبار والحمد لله الناس الله أكبر عليه بدأت تفوق. يا حبيبي ربنا يحفظكم جميعا، ده بالفتحة لكن ده بحذف النون. حتى لو جاء مثنى يدعو أو يدعو، خليكم شاطرين يا أولاد، يبقى حاطين الألف هذا حذف النون، لكن بالمنظر ده بالفتحة الظاهرة أحبائي الشباب، يبقى فعلا هذا مضارع منصوب وعلامة نصب أبنائنا وبناتنا الفتحة الظاهرة. قال شاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره. أدي ليت يا رجال، ده المفتاح يا أخوانا، الطلبه يا أخوانا، ليت فأخبره، هذه فاء سابية، فعل مضارع، فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة. تنبيه حبيبي، بعض إخواننا في قاعدة كنا ناخدها زمان، ها يقول لك المضارع يبدأ بحرف من حروف كلمة أنيته، إيه بقى أنيته يا رجالة؟ الهمزة أخبر، يخبر، نخبر، تخبر، أشرب، يشرب، نشرب، تشرب. فأخبره، فأخبره هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب عندنا الفتحة. أحبائي نعلم كيف نروح الإجابة الصائبة. هو كاتب عندي فعل مضارع مرفوع أم فعل مضارع مجزوم أم فعل مضارع منصوب؟ كانت حبيبي دي الإجابة الصواب نمرة باء. لعل السلام يتحقق فيستريح العالم. لعل السلام أدي المفتاح، لعل هي رجال، يبقى كلمة فيستريح فعل مضارع منصوب علامة النصب الفتحة. هو يسأل سؤال آخر: سبب نصب المضارع وهو أنه سبق بماذا؟ سبق بفاء استئنافية؟ كلا يا أبنائي. بفاء عاطفة؟ كلا يا أبنائي. فاء استثنائية أم أنها فاء السابية؟ نعم نعم، الإجابة الصواب إنما هي فاء السابية. مين عرفني؟ والله الطلبة يا حبيبي. ليتكم تحرصون على كرامتكم فتعيشوا سعداء. المنظر ده شوية مش مقبول، تقيل شوية، يعني بيحتاج من الطالب تركيز. ايه مستر؟ بهدوء خالص. بيقول ليتكم تحرصون على كرامتكم فتعيشوا. طيب بص الكلمة تحرصون بوجود النون، النون موجودة يا ابني، هل ده يكون منصوب؟ استحالة. هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، بص مرفوع بثبوت النون اهي. طب ده الطلب فتعيشوا فعل مضارع منصوب بحذف النون، خليكم شاطرين حبيبي. ايه الافعال الخمسه؟ كل مضارع اتصل بيه والجماعه، طيب الف اتنين والجماعه ترفع بثبوت النون، تنصب تجزم بماذا؟ بحذف النون. هتكون طبعا دور بقى في الاجابات الاربعه، هذا مضارع مرفوع بثبوت النون، طب وده مضارع منصوب بحذف النون، تبقى الاجابه دي الاجابه الصواب. اوعى تنسى يا اولادي ان واو الجماعه، واو الجماعه ضمير مبني في محل رفع فاعل، في غلطه بشعه ان بعض اولادنا بيبصوا على الالف يقول لك دي فاعل، لا يا ابني، لا يا ابني، الالف دي امتداد صوت مكان النون، فتعيش مضارع منصوب بحذف النون، اذا دي الاجابه الصواب. ما قصرت فاندم، ايه الوقت دي فاء سابيه، الله ليه يا مستر؟ فين الطلب؟ لا يا دكتوره، ما هو النفي، يا طلب يا نفي، يا طلب يا نفي. طيب اذا هذا فعل مضارع مرفوع بالضمه؟ لا يا شباب ما ينفعش حبيبي،
طيب هل ده فعل مضارع مجزوم؟ لا يا مستر مفيش عندي اداه جزم. طب ده فعل مضارع معطوف مثلا بعد فاء؟ ما عنديش يا ابنائي. هذا فعل مضارع منصوب بالفتحه باكد تاني. لا يا مستر فاء سببيه. الله، هو مين قال لك فاء سببيه؟ يا دكتور ما احنا قلنا يا اما طلب يا نفي، نفي يا رجال. ما قصرت فاندم، ما قصرت فاندم. خلي بالكم حبايبي الشباب، قال ربنا في القران لا يقضى عليهم فيموتوا. الآية قرآنية، أهل النار بيتمنوا الموت عشان ده عذاب، فربنا بينفي قال لا لا لا، لا يقضى عليهم استحالة فيموت. خليكم شاطرين يا حبايبي، ربنا يحفظكم. هذه سببية. الله، ليه فين الشرط؟ قلت لك يا ابني يا بنتي، يا إما طلب يا إما نفي. هنا مين النفي؟ الله ينفي ها أن يقضى على أهل جهنم يموتوا. بص، لا يقضى عليهم فيموتوا، هذا مضارع نعم منصوب وعلامة النصب حذف النون، لكن ليس مضارع معطوف، وليس مضارع مجزوم، وليس مضارع كما قلنا معطوف مجزوم. قلت الأبناء وأحبائي في حاجة اسمها واو المعية، بتعمل بناس شروط فاء السابية، نفس الشروط برضو طلب أو نفي. اتيانها قليل في المنهج، بس خد فكرة عن هذا المثال. قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أدي الطلب، إنها هي رجالة، مدينة إنها هي رجالة طلب، لأن هي بتجزم. لا تنهى عن خلق وتأتي، بص وتأتي أي وأن تأتي، هذا مضارع منصوب بعد واو المعية. ردت أنسة ممتازة، قالت وأنا إيش عرفني واو معية، دكتورة الطلب أهو، لا تنهى، حط الطلب هكذا، أطع ربك وتسعد، هل تذاكر وتنجح، لا تنهى عن خلق وتأتي. إذا واو المعية يحسبوها زي فاء السابية. خليك شاطر وبرحتك وبعيد من تاني، بقت جمل يا أولاد بقت سهلة جدا. احنا كنا جينا قلنا الحبيبي لو حد فاكر ألا، ثلاث أدوات، كي وحتى ولا، ألا أداة نصب، كي لا ما بتأثرش، اللي فاكر كي لو جي بعدها لنا فيها لا تؤثر، أطع ربك كي لا تخسر بالفتحة، كي لا تخسر بحذف النون ما تخافش، حتى لا تندم ما تخافش، أدي كلمة ألا. عذرا بس الخط يعني حرك الشدة والفتحة بتبقى كده يا أحبائي، يعني سامحونا في حاجة زي كده، ألا بهذه الصورة، ففي الكتاب بس الشدة والفتحة اتحركت. من المنطقي ألا تتراخى في اتخاذ القرار، ألا تتراخى، هذا مضارع مجزوم بالسكون؟ لا يا أحبائي، إجابة خطأ، ما ينفعش. فعل مضارع مرفوع بالضمة؟ لا يا أبنائي، ما ينفعش، ده أن هي الناصبة. أم فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة؟ نعم نعم، دي الإجابة الصواب الصحيحة. ليه؟ بص، تتراخى بصرع في بقي فهو يا أخوانا، يبقى هذا مضارع منصوب بعد أن، بعد أن، وعلامة النصب الفتحة. صفحة 29 كتاب اللواء اللغة العربية الثانوية العامة بيقول قال الآية القرآنية، خدنا جزء، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، كي ما تخافش، لا لنا فيها لا تؤثر، لكي لا تأسوا، دي جماعة يا أولاد، ها دي واو الجماعة، يبقى هذا فعل مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون. شوف كان الإجابة مضارع منصوب الفتحة، لا يا أحبائي إجابة خطأ. فعل مضارع مرفوع بالضمة، لا يا أحبائي غلط. فعل مضارع منصوب بحذف، نعم نعم، هذا مضارع منصوب علامة النصب حذف النون. بص، يا مصريات حافظي على الوقت حتى لا تندمي، حاسب يا أولاد، حاسب يا رجالة، يا آنسات قلت لكم، يا المخطبة أنا بكلم آنسة قدامي، حتى أداة نصب لا نافي لا قيمة لها، مضارع منصوب بحذف النون. ليه؟ يا مخطبة أفعال خمسة، ها حتى لا تندمي، تندمين، يبقى حتى لا تندمي. فعل مضارع منصوب بالفتحة، إجابة خطأ. تبدأ فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، إجابة خطأ. تبدأ فعل مضارع منصوب بالفتحة، لا لا لا، إجابة خطأ. الصواب الصواب أحبائي فعل مضارع منصوب بحذف النون، أصلها يا شباب تندمين، تأكلين، تشربين، تلعبين، أحبائي الشباب، لا دل قدام سيادتك عندنا مضارع منصوب بحذف النون. والياء يا المخطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل. تعال ندرب أبنائنا الشباب على الأفعال اللي فيها الضمائر. المثال ده خطير جدا جدا، الله يبارك فيك يا أبني، خطير. ليه؟ في كده كلام في إعراب، ونشوف كده، بقول لا تتكبر على الناس حتى لا يكرهوك، حتى ألا تنصب لا نافية، يكرهوك مضارع منصوب بإيه؟ هذا مضارع منصوب بحذف النون، بيكلم جماعة، أصل يكرهونك، فده مضارع مش مرفوع بالضمة خالص، لا ده خطأ يا ابني،
ده مضارع بالفتحة؟ لا استحالة. ده مضارع منصوب بحذف النون. أنا عايز من سيادتك خدمتك لو سمحت قول لي يا مستر، حبيبي الشباب مش احنا خدنا الضمائر؟ اه. أنت تعرف إن يكرهك ده فيها ضميرين، فيها ضمير رفع بقول جماعة، دي أستاذة دي معلمة بقول جماعة، والكاف ضمير نصب. ولذلك أنا عايز منك خدمة، النحو بيخدم بعضه، خدت بالك سيادتك كده؟ والله ده مضارع منصوب بحذف النون. طب والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، طب والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ماشي الدنيا كده ان شاء الله. فكر اوصل النحو ببعضه. ايوه ايوه حبايب قلبي، احنا كده في الحصه الاساسيه، ولادنا حبايبنا اللي كانوا في ثانيه ثانوي عارفين القاعده دي، حتى عشان تنصب لازم بتدل على المستقبل. قول أطع ربك حتى تنجح، أو أطع ربك حتى تفلح، ذاكر حتى تنجح. لكن لو دلت على الحاضر كما قالوا عندنا تبقى استئنافية ما بعدها مرفوع. أقول هرب الطالب حتى لا أعاقبه، لا أعاقبه أي الآن. مثلا مضى الصديق حتى لا أشاهده، هي مشهورة جدا بالنفي والمضارع المبدوء بالهمزة. خرج محمد حتى لا أشاهده أي الآن. هنا بقى يا إخوانا ده مضارع بالفعل، هذا مضارع مرفوع بالضمة وليس مجزوم، وليس كذلك منصوب، وليس معطوف. ليه؟ هنا لا تدل على المستقبل يا أبنائي. بص، هرب الطالب حتى لا أضربه، حتى لا أضربه أي الآن. عفوا نعتذر، أقول هكذا، مضى الصديق حتى لا أشاهده، فكلمة حتى لا أضربه، حتى لا أشاهده، حتى لا أعاقبه أي الآن. فخلي بالك ده مضارع مرفوع مرفوع، أما إن دلت على المستقبل هي مضارع منصوب. أقول نفس المثال مكرر أحبائي الشباب، هرب التلميذ حتى لا أعاقبه، هذا مضارع مرفوع بالضمة أحبائي الشباب. رجعنا من تاني الفاء السابية الجميلة، هل تحضر إلينا فنقدمه. بص الطالب يا أبني، الطلب الاستفهام، وقف بالقلم على الفاء، في استفهام، في أمر، في نهي. الله الاستفهام على طول، هذا مضارع منصوب. إعراب ما تحت خط مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة أحبائي الشباب. ده المثال اللي كنا جبناه، وكان حاضر يا باشمهندس حضراتكم، ده اللي جبناه وبعض ولادنا كان راسلونا فيه على الصفحة والجروب. يا أحبائي الفاء دي عاطفة على أكبر تقدير، يعني على أعظم تقدير، هكذا بل من الجفاء أن يدخل الرجل بيت أخي فيقدم له طعاما فلا يأكله. يعني من أخلاقيات الدين، إذا أنت كنت ضيف عند حد وقدم لك طعام كل هذا الطعام، يعني جبران لخاطره، لا ترد الطعام. فقل من الجفاء أن يدخل الرجل، أن يدخل مضارع منصوب الفتح بيت أخي فيقدمه، دي مش سابية، لأن مش قبلها طلب يا دكتور. هو إيه السابية؟ طلب يعني أمر أو نهي أو استفهام إلى أخ. أنا ما عنديش الكلام ده، هذه فاء عاطفة على أعظم تقدير. فنقول فعل مضارع مرفوع أم فعل مضارع منصوب؟ لا، هنا مضارع معطوف منصوب، هكذا يا إخواننا عندنا. فعطفوا كلمتين، أن يدخل فيقدمه، هكذا. جبنا صورة تانية حبيبي، مش احنا قلنا لولادنا ايه الطلب، الامر او النهي او الاستفهام او التمني. في حاجة يا حبيبي هناخدها ان شاء الله اسمها مكملات المنهج. ايه هي؟ حاجة اسمها اسم فعل امر، او عليكم بالصلاة ايلزم الصلاة، عليك بالصدق ايلزم الصدق. بقول بقى يقولك بص، عليكم بطاعة الله يعني الزموا، الزموا. هنا في فعل أمر مقدر بنسميه ده اسم فعل أمر، عليكم أي الزموا تمسكوا، يعني عليكم بطاعة الله فتنالوا. خلاص دي فاء سابية يا مستر، ده أنا مش عندي هنا طلب، ده أنت عندك اسم فعل بيعمل عمل فعل مين؟ الأمر. فده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، خطأ يا أبنائي طبعا. طب ده فعل مضارع منصوب بحذف، نعم ده مضارع منصوب بحذف النون، هذه الفاء سببية. هل تحترم الناس فتحظى؟ نعم الفاء، أنا قلت لك كلمة يا ابني حبيب قلبي، إيه الكلمة دي؟ أي مضارع مبدوء بالفاء قف عليه. بص في أمر أوني، أيوة ده في استفهام، خلاص بهذه سابية. هل ده فعل مضارع مرفوع؟ خطأ يا أبنائي. هل ده مجزوم؟ خطأ يا أبنائي. أحبائي ده فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة، نعم نعم دي الإجابة اللي قدام سيادتك عندنا الصواب. حبيبي ده كان حبيبي كده، هذا التطبيق اللي هو على نصب المضارع. وصلنا الآن إلى صوت 30، نبدأ مع بعض إخواننا إن شاء الله حضراتكم جزم المضارع هكذا. حبيبي الوقت إحنا لما جينا مع أولادنا وخدنا الجزم، أكيد أنت شفت بعينك الجزم كان كبير شوية،
هو الفكرة بتاعته بسيطة، انك انت تكون عارف وحافظ علامة الجزم. الصحيح بيجزم بالسكون، الأجوف بيجزم بالسكون ويحذف حرف العلة منع من التقاء ساكنين، ينال تبقى ينال، يصوم تبقى يصوم. ماشي يا اخوانا؟ الناقص بحذف حرف العلة علامة فرعية، حذف نون أفعال خمسة. قلنا الكلام ده باستفاضة في الحصة الأساسية يا ابنائي. يا حبيبي في أدوات بتجزم فيها الواحد لم ولما ولام الأمر ولا النهية، وفي عندك أدوات الشرط 12 أداة يا أبنائي، وخدناهم بالتفصيل وخدناهم بمعانيهم، خلي بالكم يا حبيبي. ثم بعد كده بقى الشرط حاجة كبيرة، في بقى إنك تطلع أسلوب شرط، طب تربط بين جملتين، طب حول الماضيين إلى مضارعين ثم اربط بأداة الشرط، قصة كبيرة شوية. أنا بس عايز حبيبي الشباب يصبروا شوية معايا في واجب الجزم، حتى بعدين ممكن تستريح شوية. بعدين في عندي أدوات الشرط غير الجازمة اللي هي إذا ولو ولولا وكلما. نعتمد كده إن شاء الله ونبدأ كده نقول كده بإذن الله عز وجل بسم الله توكلنا على الله. تطبيق على جزم المضارع أحبائي التطبيقات كتاب اللواء في اللغة العربية الثانوية العامة. ميز الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين البدائل التالية. أحبائي نبدأ كده، لا تقاطع يا ولادي يا حبيبي في أدوات بتجزم فيها الواحد لم ولما ولام الأمر ولا النهية. دينا النهية أداة جزم يا رجالة يا حبيبي اللي معانا، أداة جزم أداة جزم أداة جزم. لا تقاطع هنا ده صحيح، أولا ده مش فعل مضارع مرفوع، ده فعل مضارع مش مجزوم بحذف حرف العلة يا أبنائي. هذا صحيح، هذا فعل مضارع مجزوم بالسكون أحبائي الشباب، ده مضارع مجزوم بالسكون. لينفق اللام دي لام الأمر أحبائي الشباب، يا ولدنا يا حبيبي اللام دي لام الأمر. رد بنت شطرة قالت وانا شعرفني يا حبيبي قلبي، قدر الفعل الأمر، أنفق ليلي لينفق، اشرب الدواء ليلي لتشرب الدواء، امش لتمش، كونوا لتكونوا، أنفق لينفق اسمها لام الأمر أحبائي الشباب. طب لينفق ده صحيح، إذا ده فعل مضارع مرفوع بالضمة؟ لا، الإجابة هنا خاطئة. طب هذا فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة؟ لا خطأ يا أبنائي، هذا فعل مضارع مجزوم بالسكون بعد لام الأمر أحبائي الشباب. دي مش لام تعليل ولام جحود حبيبي الشباب، لام التعليل أنت بتقدم حاجة ثم تعقب بالنتيجة، أطع ربك لتنجح، احترم الناس لتسعد. ولم الجحود كون منفي، ما كان المؤمن ليكذبا، فده مضارع مجزوم. قال تعالى في القرآن ولا تمش في الأرض مرحا، أحبائي أنتم نشاطين ربنا يحفظكم جميعا، هذا مضارع مجزوم بحذف النون، أعتذر لك أخطأت سامحني، هذا مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، عفوا أصلا تمشي لا تمش، في نقل الناس اللي ربنا يحفظها الدقيقة يوم حاطت ميم كسر مكان الياء، طبعا ده طالب بارع. قال ولا تمش فعل مضارع مجزوم بالسكون، الإجابة هنا يا إخواننا غير صواب. فعل مضارع مجزوم بحذف حرف، نعم نعم بحذف حرف العلة أحبائي. أما فعل مضارع مجزوم بحذف النون لا خطأ، أو مضارع منصوب. وقف الركاب ولما يصل، حرف نفي وجزم وقلب، يعني ما وصلش، ولما يصل ما وصلش. بس كلمة وقف الركاب ولما يصل القطار، الناس واقفة لسه القطار ما جاش، ولما يصل مضارع مجزوم بالسكون أحبائي. هنا في طلبة ربنا يحفظها شاطرة أوي، قالت يا مستر تم هو يصل أوله حرف علة. لا حبيبي، في الحصة الأساسية قلت لأولادنا في الشرح أن المثال والصحيح بالسكون، يقف خلي بال سيادتك بالسكون، يهب برضو بالسكون. لا نعم هي دي اللي بتكلم فيها دايما يا احبائي، الاداه الوحيده اللي عامله قلق لام الامر. بص بص ليلي ليلي لتمش متواضعا، ولتصغ للمعلم، اصلا لتمشي لتصغي هكذا، كلاهما مجزوم بالسكون. لا هما الاثنين مجزومين، كلاهما مجزومان بحذف حرف، نعم نعم مجزومان بحذف حرف العله. قال الشاعر لا تشتري العبد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. لا تشتر أصلا لا تشتري، يهوزة إيه أساسية، وإذاك أنت لحب تشكل حط الكسرة حبيبي ابني. مضارع منصوب لا لا خاطر، لا يا أولادي ده مضارع مرفوع، لا يا ابنائي خطأ، ده فعل مضارع مجزوم بحذف، نعم هذا مضارع مجزوم بحذف حرف العلة أصلا تشتري.
لا تبغي. ها الضبط بقى الكلمة تبقى عايز اضبطها ضمة ولا سكون ولا كسرة؟ طبعا الصب الكسر. بص كلمة هي اصلا تبغي، فانت بتشيل وتحط مكانها الكسر تبقى الكلمة بهذه الصورة تبغي. لتكن حياتك كلها خير. لتكن اللام دي لام الامر يا ابنائي، مش لم لتكن لام الامر، هذا مضارع مجزوم وعلامة الجزم احبائي السكون هكذا. لتصنع اللام دي لام الامر يا احبائي، هذا فعل مضارع قدامك مجزوم مش منصوب ولا مرفوع، هذا مجزوم بماذا؟ بحذف النون يا ابنائي. بص الكلمه كده من فضلك كده، لتصنع لتصنع، هذا عندي يا ابنائي مضارع مجزوم بحذف النون. دخلنا على الشرط حبيبي كده الان، احنا في صفحه 31 كتاب اللغه العربيه الثانويه العامه تطبيقات، هكذا يا اخواننا بتوافق المنهج الجديد. بيقول اينما تؤد واجبك ترد ضمير، اينما تؤد واجبك ترد ضميرك. اعرف انت كطالب كده، تؤد اصلا مين؟ تؤدي. ترد ترضي. الله، ده شرط، فالفعلان مجزومان بماذا؟ بحذف حرف العله يا ابنائي. كان ده الاختيار الصواب. كاتب لي مضارع مجزوم بالسكون؟ لا، لو اختيار واحد غلط بشيل الجمله لما يكون الاجابتين كده حاجه زائد حاجه، فده مش مجزوم بالسكون، لكن ده مضارع مجزوم بحذف حرف العله. نعم، مضارع مجزوم بحذف حرف العله، الاجابه رقم ج هي الاجابه الصواب. ان تمشي، هذا الشرط في المكان، منين ما بتمشي؟ ان تمشي في الخير تسعد، هكذا في كل امورك. طب ان تمشي مجزوم بايه؟ حذف حرف العله، ادور كده التبديل في حذف حرف العله. تسعد مجزوم بالسكون، يبقى دي الاجابه الصواب عندنا يا ابنائي، هكذا. طيب رد طالب، مضارع مجزوم بالسكون، لا الاول بحذف حرف العله، دايما خلي شاطر، لو واحده غلط الكل غلط، يعني حاجه زائد حاجه، لو دي غلط شيل، لو دي غلط شيل، لازم الاثنين صح، لازم الاختيارين يكون صواب الاثنين. تمش ده مضارع مجزوم بحذف حرف العله، بص كلمه تسعد صحيح بيجزم بالسكون احبائي الشباب. السؤال 12، مهما تخف، اصلا تخفي من طباعك يطلع. الاولى تخف حذف حرف العله، يطلع سكون، فين هنا اللي في حذف حرف العله؟ ادي اول حاجه، اذا جيم بص كده، ادي حذف حرف العله، يطلع مضارع مجزوم بالسكون، هيكون الاختيار الصواب ابنائي احبائي رقم ج. ليه؟ اصلا تخفي بقت تخف حذف حرف العله، يطلع صحيح. السؤال رقم 13، متى تسعوا؟ تسعوا جماعة يا أبنائي، إيه اللي حصل؟ تنشروا جماعة يا أبنائي، دول الاتنين بحذف النون على طول. وإذا كانت الطلبة الشاطرة بتحل فوق الأول، ثم بص على الاختيار، دانون دانون، أدور بقى فين مجزوم بحذف النون في الاتنين؟ رقم جيم، الإجابة عندنا إجابة صواب أحبائي الشباب، مضارع مجزوم بحذف النون، فعل مضارع مجزوم بحذف النون. 14، أينما للمكان تسير، أيوة أصلها تسير، وأنا عايز أحذرك مش هيشكل كده، لا يا حب قلبي، أينما تسير، أينما تسير، هذا مضارع مجزوم، مجزوم بماذا؟ بالسكون يا أبنائي. تجد أصلها وجد، تجد مش توجد، ها لا، أينما تسير تجد، الاتنين بالسكون يا أبنائي. شوف شوف الحركة دي، فعل مضارع مجزوم بالسكون زائد فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة، لا غلط، الله غلط ليه يا مستر؟ ما هو واحدة صح والتاني غلط، ما ينفعش. فعل مضارع مجزوم بالسكون، فعل مضارع مجزوم بالسكون، نعم يا أبنائي الاتنين بالسكون. اوعى تقول لي بحذف حرف العلة، عيب. تسير ده أجوب تبقى تسر، تطيع تبقى تطيع، خليكوا شاطرين، الأجوب بالسكون، الأجوب بالسكون، او حد يقول بحذف حرف العله. صفحه 32 كتاب اللواء، اي نعم يا شباب يا حبيبي، قعدنا نقول اي الاداه الوحيده لازم يجي وراها نكره مجرور، اي بتخش على الاسماء، اي انسان يمشي في الخير يدنو، يمشي او يدنو، اي اداه شرط انسان مضاف اليه، يمشي ده مضارع مجزوم بحذف حرف العله، يدنو مضارع مجزوم بحذف حرف العله، ادور فين حذف حرف العله؟ والله دي واحده اهي، هو بالسكون طبعا غلط، لو ان اول كلمه خلاص خطا الثانيه خطا.
طب ده مضارع مجزوم بحذف حرف العله؟ نعم حذف نعم الاثنين بحذف حرف العله. الاجابه نمرة باء اجابه صواب. ان تمشي ترى ما يسرك، منين ما بتمشي؟ ان اداه شرط تجزم فعلين، تمشي مضارع مجزوم بحذف حرف العله، ترى مضارع مجزوم بحذف حرف العله، اصل تمشي ترى. فلما اقول سكون اقول له اسف دي غلط. ابص على الثاني، مضارع مجزوم بحذف حرف العله، مضارع مجزوم بالسكون غلط. ايه ده يا مستر؟ والله مش انا، الراجل جاب اول حاجه صح والثانيه غلط، مش انا. ما استعجلش، اعرفوا عله وعله فين هنا. حرف عله، حرف عله، ايوه بالظبط دي الاجابه السليمه، مضارع مجزوم بحذف حرف العله، جيم هي الاجابه الصواب. ايان تكن وفيا يكثر محبك يا ابناء. تكن اصلها تكون، تكن هذا عندي بالسكون، يكثر بالسكون. ادور في الاثنين اللي بالسكون هنا، هل اي والله نمره ج فعل مضارع مجزوم بالسكون، فعل مضارع مجزوم بالسكون. الاجابه قدام سيادتك اجابه صواب. 18 حيثما تزرع تجنو. الناس الشطره مريحه، انا بكلم جماعه، فالاثنين مجزوم بحذف النون، ادور في الاثنين المجزوم بحذف النون، الف ام باء ام جيم. الاجابه عندي نمره باء، مكتوب كده يا دكتور اهو. بص، مضارع مجزوم بحذف النون، فعل مضارع مجزوم بحذف النون. يا المخطبه يا ابنائي، حبيبي يا المخطبه، اينما تجتهدي، بكلم بنت، تنجحي، بكلم بنت، يبقى الاثنين حذف مين؟ النون، افعال مين خمس. ادور في الاثنين اللي بحذف النون، نشوف كده. بقول لك فعل مضارع مجزوم بالسكون، لا طلع بره المنافسه. طب فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله، والله بره المنافسه. لكن بص، فعل مضارع مجزوم بحذف النون زائد فعل مضارع مجزوم بحذف النون، الاجابه رقم ج احبائي هي الاجابه الصواب. السؤال 33، كتاب اللواء اللغه العربيه، اي مال تدخرهم تدخره ينفعك. ما تخافش من الضمير، ما نخافش من، ارمي بره. اي مال تدخر ينفع، تدخر سكون، ينفع سكون. ادور في الاثنين سكون، اخذ الاجابه. لاحظ ان الف هي الاجابه الصح، مضارع مجزوم بالسكون، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ينفع. الاثنين احبائي الشباب بيكونوا بهذه الصوره بالسكون. اي معلم تزوروه، تزوروه في الطالب الشاطر، اصلا تزورونه بحذف النون. طيب اي خلاص دي الاداه، معلم مضاف الي، تزوروه حذف النون، تجدوه حذف، ادور في الاثنين اللي فيهم حذف النون. بص على القطعه كده، في الاثنين بحذف النون، الله، الف، يبقى الف هي الاجابه الصواب احبائي وابناء الشباب. ليه؟ تجمع هنا الواو الجماعه ضمير مبني في محل رفع فاعل، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، كذلك تجدوا. الاسم الواقع بعد اي بيعرب مبتدا ام مفعول به ام مضاف اليه؟ طبعا احبائي متفقين مضاف اليه احبائي الشباب. اينما تسير تسري، تسر تسيران، ده نظام جديد في الاسئله الصبي يا اخواننا. تسر لكلمه تسير، ده اجوف، هنحط السكون يلتقي ساكنا، لازم حد يمشي يا ابني. تبقى الاجابه بهذه الصوره كما ترى رقم باء، اينما تسر، اينما تسر. أيان تخالط الشرفاء، خلي بس نقط منهم، تستفيد ازاي يا اخوانا؟ تستفيدوا، ما بيكلم مفرد، تستفيد دي الصح عشان بيكلم واحد بس. أيان تخالط تستفيد، كان اصلها يا ابنائي تستفيد هكذا، بس حصل مشكله التقى ساكنان على طول بنمشي يا اخوانا. يبقى الاجابه الصواب نمره باء، نمره باء احبائي الشباب. اينما تخالط الشرفاء تستفيد، تستفيد مضارع مجزوم السكون. نقط عالم تجلس معه تستفيد، هنا عاوزين أداة الشرط، أقول أن عالم ولا حيثما ولا أي، بين أوي أحبائي الشباب. أي ليه يا دكاترة؟ ليه يا أحبائي؟ أي يا شباب، أي يا حبايبي، خش على الأسماء. تبقى أي عالم تجلس معه. في صورة أخرى من صور المضارع، سؤال جميل جدا بقى، الربط ده عايز طالب ممتاز وطالب واعي. أحبائي السؤال ده مهم جدا، اربط بأداة شرط جازمة. يتحد العرب يدوم عزهم إن، دي صحيح، إذا دي بالسكون، ها ده أجوف، الله يعزك ابني أجوف، أو مشايل مين؟ الواو منع من التقاء ساكنين. تبقى إن يتحد العرب يدوم، لا 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 لا
ولئن يتحد يدم يدم إجابة سليمة أحبائي بهذه الصورة. خلي بالكم خلي بالكم، اوعى تقول يدوم، لا يدم، هذا بالسكون وحذف حرف العلة منعا من التقاء ساكنا أو ساكنين. يفي بوعد ينال، سهلة عند الربط بمن، أو من يف ها ينال، برافو عليك. أما تقول لي من يفي إزاي، ده أنت ما جزمتش يا ابني. لا 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 لا، الإجابة الأولى هي الإجابة الصواب، برافو عليك. من يف ينال. تقيم الصلاة دوما تسمو منزلتك، عند ربط الجملتين بمتى أو المتى تقيم حرام. وكل طالب من الطلبة أولادي بإرادتك بمزاجك يا ابني، الله يعزك يا ابني، هذا أجوف. التاني من وراء حرف علة، يبدأ ماذا؟ متى تقيم وتسم، غلط، الأولى خطأ والتانية صح. أصاب أحبائي هكذا، متى تقيم، متى تقيم الصلاة تسم. تنأى عن الشر يأتيك، مثال جميل اربك كده، ده نقص، إذا حذف حرف العلة. أما يكون في كاف شيلها أي ضمير تبقى يأتي، شيل الياء، يبقى متى تنأى يأتيك. اوعى اللعبة دي، اوعى ارمي الكاف دي بره هكذا، ما ينفعش أن تنأى هكذا، تنأى يأتيك، لا 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 لا، دي ناقص وده ناقص. طب والكاف ارميها بره، لا قيمة لها، سيأتي. يبقى أن تنأى أي تبتعد يا أولاد بحذف حرف العلة، ها يأتي بحذف حرف العلة، كانت دي الإجابة الصواب. تؤدي واجبك ترضي عند الرب، طب تؤدي ناقص، يبقى تؤد، ترضي تبقى ترض، يبقى ألف هي الإجابة الصواب. لما نقول إن تؤد واجبك ترض ضميرك، ما ينفعش إن تؤدي أحبائي الشباب. ستة، يزور بلادنا يزداد ثقف، اربط بأي، مشكلة، ما أقدرش أدخل أي هكذا بسهولة، أقول أي إنسان مضاف إلى كلمة إنسان يا رجال، أي إنسان يزور ولا يزور، يزور يزداد، إيه اللي جرى يا مستر، أجوف، شلت الواو منع من التقاء ساكنين ثم يزداد هكذا ما تشددش، أي إنسان يزر يزداد، يزر بالسكون، يزداد بالسكون، ما ينفعش أي إنسان يزور، لا هذا أجوف، أجوف التاني من وراء حرف علة، بنشيل حرف العلة منع من التقاء ساكنين. أحبائي تحترمون الأصدقاء يحبونكم، مثال جميل، دي أفعال خمسة، بلحط متى تحترموا حذف النون، يحبوكم، يحبوكم في مشكلة، الأولى صح والتاني غلط، كاتب يحبنكم، إذا طلع برا المنافسة، لكن بص متى تحترم حذف النون، يحبوكم. خلي بالك اوعى تستعجل، اقرا مرة واتنين وتلاتة، فهم السؤال نصف الإجابة، براحتك براحتك براحتك، لأن تأكيد إجابة معناها درجة، شفت ازاي خدعك ازاي، الأولى صح بس التاني غلط، لكن لازم يكون الاثنين صح، متى تحترمه يحبوكم هكذا. توجد طاعة، نعم يحبك الله، يا إخواني يا أحبائي، توجد حرام، حد التجد، احنا قلنا يا رجال اللي بيتشال التاني من وراء الأجوف، لا يبقى هنا حط أينما توجد، دي كلام السكون. احنا كنا جينا مرة في الحصة قلنا المضاعف زي يحب، هذا مضاعف، ليك طريقتين، إما تقول يحبك تحط سكون، سكون مقدر يعني، أو إنك تفك يحببك، تفك التضعيف، يعني لم يشد شد وفتح، بيسميه كده عندك سكون مقدر، التقاء برضه ساكنين، أو لم يشدد يحب، أو لم يحبك كده شد وفتح على الباء، ما تخافش، لم يحب، لم يحبك، سكون مقدر عادي، أو سيادتك عندها تقول لم يحببك، فلكنك انت سيب التاج تحط فتحة، سيب مشددة وفوق الشدة فتحة، او تفك الحرف يبقى يحبب هكذا، يشد لم يشدد. فالراجل طبعا قال اينما توجد، الله ليه ما قالش تجد دكتور، ده مش التاني من وراء حرف علة يا دكتور، اينما توجد الطاع يحببك، هذا بالسكون بهذه الصورة، كانت الاجابة يا اخواننا عندنا رقم الف هي الاجابة عندنا الصواب. توالي القراءة والمعرفة يرقى، طب متى توال يرق ولا متى توال، احنا جبنا المثال ده ليه بقى، للأسف بعض أولادنا غلطوا غلطة كبيرة، هي كلمة توالي يا رب تبص لي كده ناقص، فبشيل حرف العلة، فبعض إخواننا لقوا الكلمة بقت أجوف
في طالب كريم كريم شوية، فلا تولب أجوف، راح شايل الألف ليه يا ابني؟ قال ما هو أجوف. لا أنت كده جزمت الفعل مرتين يا حبيبي، قتلته مرتين، هو توالي وخلاص انتهى الأمر، شكرا بقى تمت. إنما أنك تجزم مرتين لا كده كتير، يبقى توال توال، خدت بال سيادتك؟ يبقى الإجابة الصح نشوفها في المثال، متى توال؟ يرقى يرقى يرقى، متى توالي كسرة يرقى، هكذا كانت دي الإجابة الصواب. بلاش حد يجزم مرتين يا أحبائي، ما تجزمش مرتين. تسعون للنجاح يأتيكم، أحبائي ربنا يبارك في الكل يا رب. خافوا من أي فعل في ضمير، اقطع الضمير ورميه برا، يلا برا، تبقى كلمة قدامك تسعون جمع، يأتيكم ارمي ارميكم دي تبقى يأتي. اعمل يا اخوانا على طول، بتشيل النون نحط ألف، يأتيكم يأتيكم يعطيكم، يبقى يأتيكم تبقى طالب حازم كده، يأتيكم يعطيكم بحسب حرف العلة، كم دي اللي قدامك ده الضمير مفعول به. يبقى الإجابة الصواب أحبائي وأبنائي، إن تسعوا للنجاح يأتيكم. تعملين الخير تسعدين، يا مخاطبة أحبائي، تعملين، بص كلمة تعملين الخير ها تسعدين، أنت بتكلم بنت حذف النون، إن تعملي تسعدين، الله عليك. شفت الغلطة يا ولد عامل إزاي؟ الأولى صح بس الثانية غلط، خلي بالكم من نفسكم أحبائي، اقرا مرة واثنين وثلاث، لكن بص إن تعملي الخير تسعدي، أيوة أيوة هي دي يا فنم، هي دي يا رجالة، إن تعملي حذف النون أحبائي الشباب. أصوى تعملين تأكلين تشربين، إن تعملي تسعدي، ربنا يبارك، خلي بالكم نفسك يا أولاد كده، اقرا كويس وأكد هذا الكلام. تثابرين، اتفرج على المثال ده كده، المثابرة التحمل المواصلة، تثابرين على القراءة تألفينها، بص تألفينها، شوف إنه بعمل زي كده. طب أدي تثابرين بكلم بنت تبقى تثابري، الله، طب تألفينها ارميها برا، ارميها برا تبقى كلمة قدام سيادتك كده، تألفين أهي، الله، ده مضارع منصوب بماذا؟ مضارع مجزوم بحذف، تبقى تثابري بحذف النون، تثابري تألفي، شيلي النون تألفي وحط لها تألفيها، مثال قوي جدا، تثابري تألفي، اظبط بقى، أيانا تثابري على القراءة تألفيها تألفيها، خلي بالكم حبيبتي بحذف النون، بحذف النون أحبائي الشباب. صاد 35 كتاب اللغة العربية، جبنا صورة تانية للجزم، بنجيب فعل ماضي ولك حول له مضارع ثم اجزم، أديت الصلاة علت منزلتك، عند تحويل الماضيين إلى مضارعين، أديت، أنا عايز من الخدمة الماضي لو مبدوء بالتاء، ابدأ المضارع بالتاء من أوله، الماضي بيتأنس من وراء، المضارع بيتأنس من قدام، يبقى كلمة أديت، اوعى حد يربط، أرجع كل حاجة الأصلية، تؤدي براحتي خالص، وفكر علت منزلتك تعدو، يبقى اوعى تجاوب، في طلبة عندهم حماسة في الإجابة، لا ده باختيار، براح تؤدي أي تؤد، تبقى تعال، يبقى متى تؤدي تعلو، لا 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 انت ما جزمتش يا ابني، صح متى تؤدي الصلاة تعلو منزلتك، هي دي الصح أحبائي الشباب. رجع كل حال أصلا، أديت صلاة تؤدي، متى تؤدي على التعلو، وزن المرء كلامه نجا، المثال ده جميل جدا، في بعض ولادنا لك يوزن، اوعى تقول يوزن، اي ماضي مبدوء بالواو بتحذف في المضارع، وقف يقف، وزن يزن، وعظ يعظ، طيب نجا ينجو نخليها كده، يبقى وزن تبقى يزن، برجع كل حال اصلها سكون، نجا تبقى الكلمه ينجو، يبقى بهذه الصوره، يبقى متى يزن ينج، الاجابه قدام سيادتك هكذا، رقم ألف هي الصواب. سعيتم في الخير نلتم، اوعى تستعجل، اوعى سعيتم يبقى تسعون، نلتم تنالون، برجع كل حال اصلها، افعال خمسه، افعال خمسه يبقى تسعون تبقى تنالوا بهذه الصوره، يبقى ان تسعون، لا انت ما جزمتش يعني، لكن ان تسعوا بحذف النون يا اساتذه تنالوا بحذف النون بهذه الصوره، ان تسعوا تنالوا، المثال ده النظام ده تيجي شويه، رجع كل حاجه، سعيتم تسعون، نلتم تنالون، يبقى ان تسعوا تنالوا بهذا الشكل.
ده مثال آخر، استخدام العقل لحل المشكلات، نرقى في التعامل. ببدأ أحول بقى الاسم الفعل، استخدام إيه المضارع؟ نستخدم أو تستخدم، فخلينا نستخدم العقل. يبقى متى نستخدم العقل؟ نرق. ده مضارع مجزوم بالسكون. طب متى نستخدم هكذا العقل لحل؟ نرقى. لا دي غلط. ليه غلط؟ ما انت جزمت الاولى ولم تجزم الثانيه. يبقى الصح متى نستخدم نرقى. نرقى هكذا عندنا، دي بحذف حرف العله. ارتفاع مستوى المعيشه، نمو للوعي. عندما نعبر عن الجمله باسلوب شرط، خلاص ارتفاع مستوى يبقى ترتفع او هكذا يرتفع، بحولها الفعل. إيه نمو؟ أدي ينمو. واجزم بقى، يبقى متى يرتفع؟ ينمو بهذه الصورة. إن يرتفع أو متى؟ إن يرتفع ينمو، أصحاب الواو ين هكذا. حبايب قلبي في حاجة اسمها الشرط المنفي، حاضر يا هندسة. الشرط المنفي إلا أدى الجزم، ألا ناصبة، دي إلا بتجزم فعلين اللي خدناه من قبل. إلا طبعا حبايب بس تبع عندنا إلا هكذا. إلا تنصر الحق يخذلك الله، لو انت ما نصرتش ربنا يخذلك. فكلمة يخذلك في كاف ارميها برة، تبقى يخذل بالسكون. إلا تنصر ده مضارعان مرفوعان، لا منصوبا، لا دول مجزومان أحبائي الشباب. إلا تنصر اسم الشرط المنفي. عندك من دعا إلى التقوى كان من السعداء، عند تحويل الماضيين إلى مضارعين، من دعا تبقى يدعو براحت خالص. إيه كان يبقى يكون، واجزم بقى يبقى يدع يكون. يبقى كلمة من يدعو إلى التقوى يكون. هذه قدام سيادتك هي الإجابة الصواب أحبائي الشباب. من تفانى في عمل سادة، من تفانى خليها مضارع تبقى يتفانى، إذا سادة تبقى يسود. اجزم يبقى من يتفان يسد هكذا. ليه يسد؟ أجوف يا أولاد، أجوف هكذا بالسكون. يبقى كلمة من يتفان يسد، نعم دي الإجابة قدام سيادتك هي الإجابة الصواب أحبائي الشباب. قال تعالى أينما تكون يدرككم الموت هكذا. متى؟ أينما تكونوا، دي للزمان أينما، للعاقل للمكان طبعا أينما تكون هكذا. أيان تكو وفيا يعلو قدرك، أيان هنا للزمان أم للعاقل أم للمكان أم لغير؟ أيان تكون متى هنا قدام سيادتك بيكون عندنا بهذه الصورة هكذا للزمان أحبائي الشباب. أيان تكون وفيا أي متى تكون وفيا، طبعا أيان هنا أحبائي بكل الزمان. طبعا خلي بالكم النموذج الإجابة ربما تكون مكتوبة المكان، فرجاء بس حبيبي لا، أيان بمعنى لي الزمان أحبائي. أي ساعة تتأخر هي أي ساعة، الزمن هي رجالة، وأي حسب ما تضاف إليه هي للزمان. رقم 12 برضو فيها تعديل أحبائي في الإجابات. أي مجتمع على طول طبعا، أي هنا تفيد المكان، هي للمكان بهذه الصورة. لما خلي بالنا من هذا التعديل أحبائي الشباب، زي أي بيت أي شارع أي مجتمع هكذا. فرع الأدب، فرع الأدب إحنا أخذنا مع الناس أدب المهاجر، وطبعا أخذنا على حصتين، وإحنا قلنا لحبيب الشباب نصيحة لله عز وجل، افهم الأدب واحفظه. لو حد من ولادنا قال افهم أدب بس، افهم بس دي، ده خداع، لأن بسبب كلمة إن المنهج الجديد فهم مش حفظ، طلبة كتير بدأوا بجد يحسوا بالمأساة. لا، الأدب بيتفهم بيتقلي ويتحفظ. ليه يا مستر؟ الأدب بيه اختياري، الأدب بنطبق عليه في النصوص، المسألة مش هينة، خلي بالكم حبيبي الشباب. ميز الإجابة التالية، بداية هجرة أبناء الشام من العرب المسيحيين إلى أمريكا، هم هاجروا في منتصف القرن 19 أوائل القرن 19 آخره. كانت الإجابة الصواب أحبائي إنما هي منتصف القرن 19. واحدة فقط مما يلي ليست من أسباب الهجرة، يعني بص في ثلاثة من أسباب الهجرة، واحدة بس برا اللعبة. الاضطهاد السياسي، لا ده كان سبب من أسباب الهجرة. التطلع الحرية، سبب الصراع المذهبي. الاطلاع على حضارة الغرب، دي ما كانش من ضمن الأسباب اللي هي دفعتهم.
أثرت البيئة الجديدة في حياة الشباب المهاجرين وفي إحساسهم وألم بسبب ليه أثر بسبب ليه لهم تأثرهم بسبب اختلاف الإطار السياسي؟ لا. بسبب اختلاف الضوابط التربوية؟ لا. بسبب اختلاف الإطار الاجتماعي والثقافي والحضاري عن وطنهم لبنان. هم ناس من الشام هاجروا إلى من؟ إلى لبنان، إلى أمريكا. اعتزل طبعا الطبع الاجتماعي اختلف، الإطار الثقافي اختلف هكذا، والحضاري. أجمل ما شعروا به واكتسبه شعراء المهاجر في وطن، إيه أجمل حاجة؟ أحسن حاجة أحسوا بها شعورهم بالحرية، شعورهم بالجدية، شعورهم بالعدالة، شعورهم بالمساواة. حبايبي الشاطرين اللي مذاكرين كويس أوي أوي أوي، اللي حافظين والكلمة بتطلع من بق مقصودة، اللي فاهم وحافظ هو اللي هيجاوب. أجمل ما أحسوا به شعورهم بالحرية. مال شعراء المهاجر، بالمناسبة مهجر ومهاجر سواء. مهجر إشارة إلى المكان الذي هاجروا، لبنان. مهاجر لأمريكا اللي هاجروا إليها. مال شعراء المهاجر إلى التحرر من القيود الشعرية التقليدية في شعر بسبب إيه؟ إحساسهم بالحرية؟ أيوة. عدم الاهتمام بالتراث؟ نعم. اللي مذاكر يعرف تأثرهم باللغات الأجنبية؟ لا. الناس اللي مذاكر أدب كويس جدا جدا السؤال ده على طول مشهور ككتاب وكأداء بهذه الصورة. أحباء الشباب هكذا كما تروا يا أبناء الشباب إحساسهم بالحرية، عدم الاهتمام بالتراث العربي. طبعا إخواننا خلاهم يتحرروا. تحرر شعراء المهاجرين في القيود من القيود الشعرية جاء على درجات متفاوتة. يا حبايبي اللي خدتوا الأدب، مش أنا قلت لكم أدباء الشمال وأدباء الجنوب اللي كانوا خاربين الدنيا؟ أدباء الشمال. أما أدباء الجنوب كانوا هادين، لأن أمريكا الجنوبية البرازيل اللي هجروا ليها كانت أميل ما تكون لمين؟ للثقافة والبيئة الشرقية. طب ليه التحرر كان على درجات متفاوتة؟ واحد، بسبب التأني والحذر في الاندماج مع البيئة الجديدة؟ لا. بسبب اختلاف الميول والمواقف والتقد؟ نعم. اللي مذكر يعرف كما إن أمريكا الجنوبية أشبه ما تكون بالمجتمعات الشرقية. أحبائي دي الإجابة الصواب. تأسست الرابطة القلمية عام كم؟ اللي يعرف اللي مذكر أدب عام 21. لا يا أولاد، الإجابة الصح تأسست عام 20. طيب مين كان الرائد؟ جبران خيل جبران. طيب مين الفيلسوف؟ ميخائيل نعيمة. الأدب عايز حفظ، حفظ. طيب مين أمير الشعراء؟ إيليا أبو ماطي. والمقر كان في نيويورك. ده الإجابة الصعب. سؤال 8، عرفت جماعة الرابطة القلمية بيه الميل للشعر التقليدي؟ لا. المحافظة على القديم وعقد الصلة بين القديم والجديد؟ لا. ده كانت سمات العصبة الأندلسية. تعظيم الشكل التقليدي؟ لا. ده عمل ثورة على القصيدة. ده الإجابة الصح يا ابني. ليس من شعراء الرابطة القلمية. ركز بقى كده. جبران خيل جبران ده يا اخواننا عندنا، جبران اللي معانا يا رجالة ده كان من الرابطة القلمية. إيليا أبو ماضي، عبد المسيح حداد، إلياس فرح حداد اللي كان من عصبة الأندلسية. أنا عارف كويس جدا إن ابن وبنت اللي شايفني واللي فيه بالظبط، أنت بتعمل إيه؟ هو أنا أحفظ الأسماء؟ طب وأنا إيش ضمني؟ ما هو أنا زيك، المدرس والطالب في مربع واحد، السيف اللي عرض قبل امتحان. فمعلش يا ابني، ربنا يحفظك، أكد على الأسماء. ماشي؟ طيب تأسست العصبة الأندلسية سنة كام اللي يعرف؟ 33. أنا لو راجل مذاكر، أنا سمذاكر ما فيش كلام، 33، لأن بعد 13 سنة كانت الهجرة. مال شعراء العصبة الأندلسية، هادين شوية، عمل يا إخواننا الثورة؟ لا. العصبة الأندلسية لم تثر. تعظيم الشكل التقليدي؟ لا. بل المحافظة وعقد الصلة بين القديم وبين الجديد بتوع الرابطة العصبة الأندلسية. ليس من شعراء العصبة الأندلسية. مين يا إخواننا عندنا؟ نعم، رشيد خوري. لا يا أبنائي، هكذا فوزي المعروف، هو طبعا نسيب عريضة، ده من شعراء الرابطة القلمية. نسيب عريضة أو نسيب عريضة حسب النطق. برضو أنا ما زلت مصمم أبنائي وأحبائي نخلي بالنا كويس، الأسماء ما ضمنش امتحان. طيب خش على السمة الفنية. تحقق في شعراء المهاجرين كثير من سمات الرومانتيكية مما جعلهم يؤثرون في انباء. هم أثروا في انباء،
أثروا عندنا في الديوان ولا في أبولو ولا الواقعية؟ يا أخوان حبايبي المذاكرين أثروا في أبولو، لأن الاثنين ثقافتهم غربية. أبولو يا أولاد في مصر، انتشر شعر المهاجرين في مصر من خلال إباء. يعني إزاي شعرهم انتشر في مصر؟ إزاي؟ من خلال تبادل الرسائل؟ لا، ده مش أحمد شوقي أو البارودي. طب من خلال ما نشر من شعرهم في مجلات مصر الأدبية وصحفية اليومية؟ نعم نعم، اللي مذاكر والحل بتاع الواجب ده لازم يلقى عندك اهتمام، صدقني أو بيأكد لك أهو، آدي الكتاب والأساس، احفظ أرجوك. طيب، كان سبب تأثيرهم في الاتجاه الرومانتيكي في مصر هو اللي يعرف اللي ذاكر أدب، هو ليه المهاجرين أثروا في أبولو؟ أنا قلت لك يا ابني حبيبي، لأن الاثنين ثقافة غربية رومانسية غربية. إيه يا فندم؟ بسبب تأثرهم بالرومانتيكية الغربية، الرومانتيكية العربية، الرومانتيكية الفرنسية الإنجليزية. أحبائي اللي مذاكرين من بين السطور يا أولادنا، اوعى تيأس أو تتضايق، لسه في فرصة هتخلص وهتراجع مرة واثنين. الرومانتيكية الغربية، ايه موقف قراء الشعر في الوطن العربي من شعر المهاجرين؟ اقبلوا علي ام انصرفوا عنه ام اقبلوا على نقدي ام انتقدوا؟ لا لا لا، اقبلوا علي على طول. رقم صاد 15 كتاب اللواء الثانوية العامة، اتفق شعراء المهاجرين مع الديوان فيه من فاكر؟ احسنت، في الدعوة للتجديد. لو انت واد مذاكر قلت لك ايه، 2-1، اتفقوا في حاجة اختلفوا في حاجتين. اختلف المهاجرين مع الديوان في أنهم لم يجعلوا شعرهم غارق في الذهنية، صح، مالوا إلى وضوح الجانب الفكري، لا ده الاختلاف بقى، كانوا أكثر تحرر وانطلاق في النعم، ده الاختلاف. الناس اللي مذاكرة هم اختلفوا في حد شعراء المهاجر، قلنا لم يجعلوا شعرهم غارق في الذهنية بل جعلوا محلق مع العاطفة، كانوا أكثر تحرر في الأوزان والقوافي. فطبعا بتبقى الإجابة الأولى والثالثة هي الإجابة الصواب. مفهوم الشعر، أيوة دخلنا في السمات، الناس اللي مذكرة إزاي جدلوا في الموضوع، إيه بقى مفهوم الشعر عندهم؟ التساق بالواقع؟ لا، ده في الواقعية إن شاء الله ناخدها. يعبر عن الخلاجات النفسية؟ لا، ده الجماعة دي مش تبعنا خالص، هكذا. طيب، يعبر عن موقف الإنسان؟ نعم، هي دي لونها. لو أنت فاكر يعبر عن موقف الحياة في الإنسان، حيث يا إخواننا أنه دعا إلى ماذا اللي فاكر بقى طبعا، لما قلنا يا إخواننا إعلاء الحق وتهذيب النفس ونشر الخير والجمال، دي مهمة جدا جدا. لو ترجع مفهوم الشعر، تعريف الشعر عندهم أنه يعبر عن موقف الإنسان في الحياة، خلي بالك سيادتك ماشي. أما موضوع يعبر عن الخلاجات النفسية وكلام من ده، لا، ده أنت بتتكلم في قصة أخرى. الدور الإنسان للشعر، تهذيب النفس، إعلاء الحق، نشر الخير، سمو للمسل، جعل الحب وسيلة السلام دايم، كل ده صح يا أبنائي. خلي بالكم من نفسكم، اقرأ ركز، طالما قرأت فهمت هتجاوب إن شاء الله. قال الدور بتاع الشعر، حفل شعر المهاجرين، امتلأ به، حفل به، امتلأ به، حفل بالثورة على الحياة الاجتماعية، لا، حفل بتعظيم ثقافة المهجر، لا، حفل بالجانب الذهني، لا. الناس المذاكرة حفل بالتأمل في الكون وحقائق الحياة، أي حفل بالتأمل في حقائق الكون والحياة بسبب الاستغراق في التأمل. اللي مذاكر لما عادوا يتأملوا في الخير في الشر في الحياة في الموت، إيه النتيجة؟ نزعوا إلى النزعة الفلسفية، مالوا الخيال، لا، عظموا الكون. أنت لو مذاكر بقى ربنا يحفظك، لو مذاكر مالوا إلى تجسيد الأمور الغيبية، لو أنت فاكر بقى تخيلوا الأمور الغيبية كائنات حقائق يكلمونها. اللي مذاكر السمة بتاعت التأمل بسبب الاستغراق في التأمل، كانت النتيجة عندنا إن عقلهم ده خيل لهم الأمور الغيبية زي الموت والقبر والجنة والنار كان حقائق بيكلموها. يا إخوانا يبقى مالوا إلى تجسيد الأمور الغيبية كأنها كما قلنا حية تشاركهم كل شيء. مدلول يعني معنى استبطان النفس الإنسانية. السمة الثانية، إيه معنى استبطان؟ حد فاكر؟ بص، تأمل الشعر لنفسي، طيب ألف صح، حب الشعر للخيال، لأ، المشاركة الوجدانية لما حاول، نعم، الله، يبقى تأمل الشعر لنفسي
المشاركة الوجدانية لمن حوله الاثنين دول صح، يبقى فعلا الإجابة الأولى والثالثة، الأولى والثالثة. نشأت النزعة الروحية، الله يخليكم يا حبيبي، قعدنا نحفظ فيها، وأنا إن شاء الله عملك مراجعة لأدب المهاجر تاني. قلت لك الناحية الدينية جاب بسبب حاجتين، التأمل والموازنة. أهو حب الدين لا، الاستغراق في التأمل أيوة، كراهية النزعة المادية لا، تقديس القيم لا، الناس اللي مذاكرة تعرف الكلام بحساب. يا حبايب قلبي، نشأت النزعة الروحية الدينية بسبب الاستغراق في التأمل. خلي بالكم من نفسكم، لما قلت لك الاستغراق في التأمل والموازنة بين موقف الإنسان من القيم الروحية في الشرق والمادية في الغرب، فلجأوا بالشكوى إلى الله. خلي بالنا، لما أنا كسلت شوية ارجع من تاني، ربنا يبارك لك. الدعوة للمحبة والتساند الاجتماعي والأخوة الإنسانية في شعر المهاجر أو المهاجر، سببه النزعة الروحية الفلسفية التاريخية الفكر؟ لا طبعا، النزعة الروحية. اللي مذاكر من حبيبي يعرف، بسبب النزعة الروحية والتدين لجوا إلى الله بالشكوى، نادوا بالمحبة بالإخاء بالتساند الاجتماعي. وازن المهاجرين بين أمرين، العدل والإنصاف في الغرب والظلم في الشرق لا. طيب الجانب العاطفي والفكر لا، حب الحياة المتلى الإجابة الصح. وازنوا بين الموقف، هكذا موقف الإنسان من القيم الروحية في الشرق والمادية في الغرب. 27، ترتب على موازنة شعراء المهاجرين بين القيم الروحية في الشرق والقيم المادية، لما عدوا يوزنوا بين ده وبين ده، النتيجة لجوا إلى الله بالشكوى، نعم. دعوا للمحبة، نعم. هكذا أحباء الشباب آمنوا بالأخوة الإنسان، نعم. كل ما سبق صحيح، نعم. الإجابة صواب. تمثل موقف شعراء المهاجرين من الطبيعة، أيوة هم لما الطبيعة شافهم قدامهم، شافوا الطبيعة إيه موقفهم، اتجهوا إليها وامتزجوا بها، تجنبوها، جسدوها وجعلوها حية متحركة، نعم. الإجابة الأولى والثالثة. يشعر شعراء المهاجرين بالحنين الجارف إلى وطنهم، الوطنهم العربي يعني، كلما يعني امتى بيزداد الحنين؟ كلما ايه؟ قست عليهم الحياة وكثيرا ما قست، نعم دي اللي في كتاب الوزارة. كل ما الحياة بتضغط عليهم يجري يحن لمين؟ لوطنه. كلما تذكروا ايامهم الجميلة، مش دي اللي في كتاب الوزارة، كلما بعدت عليهم الايام، كلما شعروا بحقيقة الوطن الصاب، كلما قست عليهم الحياة وكثيرا ما قست. كلما قست عليهم الحياة زادوا من نغمات الألم، التعب، الحنين، البكاء. الصواب الحنين. غالى أدباء الشمال في التجديد، دي مهمة أوي أوي، ليه بلغم؟ بسبب البعد عن الثقافة العربية الأصيلة، نعم. بسبب الاندفاع نحو التجديد، نعم. الناس اللي مذاكرة عارفة، ليه بلغم؟ عشان بعاد وكانوا مدافعين. هتبقى الإجابة الأولى والثانية هي الصواب. ترتب على المغالاة، لما بلغوا، ها لما مالوا المغالاة المبالغة، ترتب على المغالاة إن ضعف الشعر لا، ضعف الخيال لا، ضحالة الفكر لا. الصواب لو فاكر، أخذوا يتساهلون، أخذوا يتساهلون. نسلم ذكرى، لما قلت بسبب هذه المغالاة تساهلوا، تساهلوا. أوشك أدباء الجنوب أن يقتصر إنتاجهم على الشعر، الرسم، النثر، السيرة الذاتية. يا حبيب قلبي قعدت حفظك، أدباء الشمال جمعوا بين الشعر والنثر، أدباء الجنوب أوشك أن يكون إنتاجهم إيه؟ نثرا، شعرا عفوا. أدباء الجنوب أوشك أن يكون إنتاجهم شعر، يبقى أوشك أدب الجنوبيين أن يقتصر على الشعر. جمع شعراء الربط القلمية ما بين الشعر والنثر. من كتب جبران، دي مهمة جدا جدا، لازم نخلي بالنا، أحفظ الكتب معلش. عرائس المروج لا، العبرات الملتهبة ده إلياس قنصل، الخمايل لا، ده بتاعت إيلي أبو ماضي، الأرواح المتمردة. عذرا على هذه الأسئلة الرخمة معلش. طب كتب ميخائيل نعيمة كتابه النقدي الجداول؟ لا، إيلي أبو ماضي دي، الأرواح بتاع جبران. دمع ابتسامة جبران، الصب الغربال أو الغربال، سيان النطق، ده كتاب نقدي. 16،
أدب المهاجر. معلش يا أحبائي تحملوا النهاردة ما لا شعراء المهاجر للرمز، تلاقي كده الخط تقيل وخط أحمر في الملزمة قدام سيادتك وتحذرتك مرة واتنين. ليه مال الرمز؟ تقديم الأمور المعنوية في صورة حسية. لأ لأ ده لا تستنبط، هي دي بالظبط. لو انت فاكر أحبائي قلت لك ماله إلى الرمز عشان دلالات تستنبط من القصيدة. والله ما من عندي يا ابني يا بنت، وما تتضايق من الكلام ده، ده مقرر عليك. ولحد اللحظة ما فيش نموذج لغة عربية نزل لحد الساعة دي، ولا عارفين شكل الأسئلة ولا عارفين درجات ازاي ولا حتى نظام الامتحان. فالوقت اللي لم تلكوا ربنا يحفظكم يا ولادي ذاكر، معلش افهم احفظ الحاجة، حين ما يجري امتحان ربنا يكرمك تبقى انت جاهز. فمعلش من بين السطور من بين السطور، ويبقى نظام تعجيز للطلاب عذرا يعني فين للاستطراب بتاعي. يبقى اللي مذاكر يعرف ما ماله الرمز من اجل الدلالات تستنبط تستفاد من القصيدة. التين الحمقاء إيليا بماضي اراد ان يزم مين؟ الشح والشحية، وكان بيشتم فيها البخيل طبعا معروف هدفه زم الشح والشحية. اهتم شعراء المهاجرين في الديوان، دي كانت مشكلة. الناس اللي حضروا معنا ساعات تقولك قعدت تقولك بره وجوه لو حد فاكر، هم اهتموا في الديوان كله بالوحدة الشعورية العاطفية. لما قلت لك خاصة لو كان الديوان بيضم قصائد ذات طبع موحد، يعني الديوان كله بيتكلم عن الطبيعة، يبقى الإعجاب بالطبيعة إحساس واحد. بيتكلم عن التفاؤل، فخلي بالكم من نفسكم. يبقى اللي هيذاكر اهتم شعراء المهاجرين في الديوان كله مين؟ بالوحدة الشعورية. حبايبي ربنا يحفظكم، حبايبي خلي بالكم من نفسكم يا أولاد، ربنا يوفقكم جميعا. الوحدة الشعورية في الديوان الواحد تعني أن الديوان بيضم قصائد مختلفة، تعني تعدد المواقف الشعورية، يضم قصائد ذات طبع محيد. يا أخوان يا أخواننا يا حبايبي، الوحدة العاطفية، الوحدة الشعورية، يبقى الديوان كله القصائد لها طابع واحد زي ما عمل إيليا بماضي. سيادتك عندنا رقم 41 أكمل ديوان همس الجفون للشاعر. طبعا يا إخواننا عندنا همس الجفون ده هذا ديوان للشاعر ميخائيل نعيمة. هكذا بنبه دايما ولادي وحبايبي على موضوع حفظ أسماء الدواوين هي المين. أكمل ديوان الخمائل والجداول، الناس اللي مذاكر عارفة الخمائل والجداول إنما هي لإيليا أبو ماضي، وإن الخمائل يعني رجالة الشجر والجداول الأنهار. العبارات الملتهبة للأسف طبعا يعني التطبيق كده يا إخوانا لإلياس قنصل. معلش عفوا في موضوع الدواوين لتالت مرة. نرجع من تاني 44 الصور الشعرية لدى شعراء المهاجر تشعر وكأن الشاعر، الصورة الشعرية تشعر وكأن الشاعر يرسم بحروفه وكلماته صورا تضاهي أي تشابه ما يرسمه الفنان، صح في الأدب كده، تضاهي ما يشكله المثل بإصبع، صح، تضاهي ما يعزف الموسيقى، صح، كل الإجابات نعم كل الإجابات صحيحة يا أحبائي. نوع شعراء المهاجرين بين الأوزان والقوافي والدليل، كتبوا الشعر النثري، صح، كتبوا الوزن والقافية، صح، كتبوا الأناشيد، صح، كل ما قلنا إجابة صواب أحبائي الشباب. بننبه ولادنا إن شاء الله الحصة القادمة بقدر الله عز وجل هنجيب لك بقى تطبيقات شعرية على الأدب، إلو النظام الجديد كده أجيب اختياري أسئلة نثرية ثم تطبيقات شعرية. هذا هو النص المتحرر الثالث على درس التكافل الاجتماعي في الإسلام. طبعا حضراتكم احنا كنا ادينا قطعتين وحفظتك التعليق وانت خلي بالك من التعليق. تعال نشوف القطع اللي معنا للأستاذ أحمد حسن الزيات. المعنى العام بيتكلم عن القتل، بيقول لك لا يمكن أبدا ان الشريعة أيا ما كانت نوعها أيا ما كان الدين يحث على القتل. يعني اللي يقول لك ان الدين بيدعو للقتل وكلام من ده لا خالص، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان رعاه في بطن أمه وكذلك رعاه في حياته، استحالة شريعة الله عز وجل تأمر الإنسان بإزهاق الروح أو القتل. ما ننساش أسلوب الرجل طبعا أسلوب تراثي، نخلي بالنا الزيات بيتبع اتجاه المحافظين، اوعى تنسى أهم سمة عنده بيميل إلى الجناس بيميل للازدواج. خلي بالكم يا إخواننا التعليق بتاع نص الزيات مهم جدا جدا، أبنائنا على مستوى مصر كلها لو سمحت احفظ التعليق. يقول الرجل
لم يزل الله سبحانه. طبعا النثر بنقرأه ومبين بعض المعاني الخفيفة وبعض الصور وبعض السمات. الرجل لم يزل الله سبحانه وتعالى مذ كان الإنسان نطفة في رحم الأم، نطفة يتعهد يرعاه الله سبحانه وتعالى، يرعى الإنسان ونطفة في بطن الأم، يرعاه بعطفه وحنانه، العطف والحنان اطناب بالترادف، يعني كما قلنا العطف حتى للتوكيد العطف والحنان، ويمده برحمته وإحسانه. شوف الساق يا ولد، بعطفه وحنانه رحمته وإحسانه، ويرسل إليه في ذلك السجن المظلم. طبعا يعني أنت تعلم الجنين في بطن الأم ده سجن مظلم، أي مكان ظلمة، لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى هكذا يرسل له في هذا السجن المظلم الهواء. سبحان الخلاق، إزاي الجنين بيتنفس؟ قدرة إلهية من منافذه، الله سبحانه وتعالى يرسل له الهواء من منافذه والغذاء من مجاريه. شوف السجن والزوايا الجميل، أدي منافذه مجاريه، أدي قدام سيادتك عندي تجد السجن مصدر من مظاهر الموسيقى، ويزود عنه أن يدفع عنه آفات الحياة. سبحان الله، المريض ربنا بيحمي حتى من أمراض وغوائلها شرورها. إيه الغوائل بقى؟ بص، يرعاه الله نطفة فعلقة فمضغة فجنين فبشر. العطف للترتيب، الإنسان نطفة علقة مضغة جنين، وفي هذا اقتباس أو تأثر من القرآن الكريم. إن إلها، تعظيم بالربنا، إن إلها هذا شأنه الله سبحانه وتعالى، هذا الإله الرحيم العطوف، هكذا شأنه ما عبده وهو في رحمه، وهذه رحمته وإحسانه به. إن إلها هذا شأنه ما عبده وهذه رحمته به وإحسانه إليه، محال علي الله سبحانه وتعالى، محال أن يأمر بسلب الروح التي وهبها إياه. يعني ربنا سبحانه وتعالى رعى الإنسان لما كان نطفة، أجرى له الغذاء وأطلق له منافذ الهواء ورعاه من كل الأمراض وحما، استحال ربنا بعد ما خلق الإنسان ورعاه يأمر بقتله، إزاي يعني؟ أو يرضى بسفك دمه الذي أمده به ليجري في شرايينه وعروقه. تعليل، في أي كتاب من كتب الله؟ قل هاتوا لي كتاب من الكتب السماوية المقدسة، التوراة والإنجيل والقرآن، في أي كتاب وفي أي سنة من سنن أنبيائي ورسلي قرأتم جواز أن يعمد، أي يقصد الرجل، إلى الرجل الآمن في سربه، أي في قطيه في سيره، القابع في بيته، فينزع نفسه من بين جنبيه؟ قل هاتوا لي كتاب سماوي، هاتوا لي أي سنة سماوية تقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالقتل، أمر أن تقتل الإنسان الآمن في سربه أو في بيته أو تنزع روحه. طبعا لا تجد أبدا شريعة إلهية تأمر بالقتل. وانظر لجمال أسلوب الرجل لما ترى كلمة الآمن في سربه، القابع في بيته، فينزع، كلمة فيها سجع والزواج، فينزع نفسه من بين جنبيه يقتله ويفجع فيه أهله، هكذا، وهذا عندنا قصر يفجع فيه أهله، قدم الجار والمجرور على المفعول به وقومه، لأنه تعليل، لأنه لا يدين بدينه ولا يتقلد مذهبه. هنا فيه أمر مهم جدا، بقول لك بلاش تعصب، ربنا ما أمرناش أبدا علشان إنسان يخالفني في الدين أو في المذهب أقتله، قال هذا خطأ. لم يأمر الله سبحانه وتعالى الأفراد بسبب اختلافهم أن يقتلوا بعضهم البعض، اقرأ، يقول لأنه تعليل لا يدين بدينه ولا يتقلد مذهبه. طبعا لا يدين بدينه ولا يتقلد مذهبه، هذا سجى والزواج. لو جاز لكل إنسان أن يقتل كل من يخالفه في رأيه وفي مذهبه لا أقفرت، أي خلت، تعليل، البلاد الإنساكينية، يعني لو أصبح متاح لكل إنسان أن يقتل إنسان آخر لأنه يخالفه في الدين أو الفكر، لن تجد بشر على وجه الأرض. سنة الله في الأرض الاختلاف، يقول وأصبح ظهر الأرض أعرى من سرات أديم، يعني خلاص هكذا أرض ملساء لا تجد فيها كما قلنا مخلوق. إن وجود الاختلاف بين الناس في المذاهب والأديان والطبائع والغرائز سنة من سنن الكون، يعني اختلاف الناس في دينهم وفي أفكارهم وفي ألوانهم وفي أجناسهم سنة من سنن الله في الكون التي لا يمكن تحويلها ولا تبدلها. حتى لو لم يبق على ظهر الأرض إلا رجل، وهذا قصر بالنفي، إلا
لجر التعليل لجرد لحظة كده بقول حتى لو لم يبقى على ظاهر الأرض إلا رجل إن تبص لجرد من نفسي رجلا آخر يخاصم وينازعه. بقول كاتب ذكي بقول سنة الله في الأرض الاختلاف، حتى لو كان إلا على وش الأرض واحد بس هيحاول أن يبحث عن إنسان يخالفه، طبيعة الدنيا كده. قال الكاتب لجرد من نفسي أي تخيل من نفسي شخصا يخالفه. فالكاتب ذكي بقول إقبال الاختلاف، عيشوا مع الاختلاف بلاش تعصب، سنة الله في الأرض الاختلاف هكذا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قرآن اقتباس، إن الحياة في هذا العالم كالحرارة، شوف التشبيه الجميل، التي تنتج من التحاك الاحتكاك بين جسمين مختلفين. فمحاولة توحيد المذاهب والأديان محاولة للقضاء على هذا العالم وكذلك لسلب روحه ونظامه. لو أنت بحس أنك أنت توحد كل الدنيا بنظام واحد، كل البشر فكر واحد، إذا ما عندكش حياة. لا، روعة الحياة في الاختلاف، جمال الحياة في الاختلاف، حيوية الحياة في الاختلاف. تعال نشوف مع بعض إيه الأسئلة عندنا على هذا الجزء. أولا، ما معنى الكلمة يتعهده؟ يتعهده يهمله، لا ده المضاد يا أولاد، يتغمده هكذا، يرعاه يتقبله. التعهد أي الرعاية، يتعهد أي يرعاه الله سبحانه وتعالى. يزود عن، الزود عن أي الدفاع عن. هل كلمة يزود عن يزود يدفعه إلى، يدفعه فيه، يدفعه يدافع له أم يدافع عنه؟ الإجابة الصواب طبعا يدافع عنه. جمع الإنسان أناسي، أناسنا نساسين أو نسائيين أو إنسيون، الإنسان يجمع على أناسي. مضاد أقفرت، أقفرت أي خلت، فمضاد كلمة أقفرت انتعشت ازدهرت امتلأت، تقدمت طبعا امتلأت، أقفرت بقت فاضية، المضاد بقت مليانة. الفكرة الرئيسة التي تتناولها الفقرة السابقة خلق الإنسان، ضرورة حفظ النفس، قدرة الله، توحيد المذاهب. الفكرة العامة وجوب حفظ النفس، هكذا ضرورة حفظ النفس. طيب يقول الكاتب علاقة لأقفرت البلاد نتيجة، لو في قتل واوة لأقفرت، النتيجة تخلو الدنيا، نتيجة أم تعليل أم تفسير؟ طبعا أبنائي أحبائي أنتوا عارفين قلنا مرات عديدة إن منهج النصوص بيتكلم عن الفكرة الرئيسة، الفكرة الفرعية، ثم بعد كده تلاقي العلاقات، ثم والله كلامه حقيقة والله رأي إلى آخره، قلنا هذا كثير جدا. الإطناب الطبائع والغرائز، المعنى واحد يا أبنائي، فهذا عندنا إطناب بالترادف هكذا كما ترى. غرض الاستفهام، في أي سنة من سنن أنبيائه ورسله قرأتم جواز أن يعمل، في أي سنة؟ ده استفهام. الاستفهام هنا الغرض التعجب والدهشة، التمني والرجاء، الحسرة والألم، التنبيه. هنا التعجب قدام سيادتك كما ترى، التعجب والدهشة بيعني استغرب، هاتولي سنة، هاتولي عندي كتاب سماوي، شريعة سماوية أمر بالقتل، تعجب ودهشة. التعبير لأقفرت البلاد من ساكنيها، لو كان في قتل قتل قتل، هذا التعبير على ما يدل؟ يدل على بشاعة ماذا؟ بشاعة الفقر، القتل، الخصام، الخلاف، أكيد طبعا يا أبنائي هكذا القتل. لم يبقى على ظهر الأرض إلا رجل، قصر طريقة النفي، وإلا يا أبنائي كما ترى. الخلاف سنة كونية، كيف أقنعنا؟ أنا أجبت هذا السؤال، جاب أول شيء لأن الخلاف بين المذاهب والأديان ومن سنة الكون، لأنه لو لم يبقى على ظهر الأرض إلا رجلا واحدا لجرد من نفسه رجلا يخاصمه، لأنه لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لأن الاختلاف لأنها محاولة توحيد المذاهب، يعني محاولة القضاء على هذا العالم، أدلة مباشرة أقنعنا بها إن الخلاف سنة كونية، لازم يكون في خلاف نعرف نعيش. أفاد التعريف بكلمة لجرد من نفسه رجلا يخاصمه، يعني أقولك لو في واحد بس على وجه الأرض هيتخيل من نفسه، هيجرد من نفسه شخص يخاصمه، يدل على أن الخلاف سنة كونية، يدل على أن الاتفاق أساس الحياة، الإنسان في حاجة إلى العقل، ضرورة ترك النزاع، لا، يدل على أن الخلافة سنة كونية. النص كتب، النص المكتوب بيتبع فن القصة القصيرة أم الرواية أم المقال أم المسرحية، لا هذا مقال هكذا. نوع الأسلوب أدبي أم علمي متأدب أم علم هكذا أم علمي؟ طبعا الإجابة
أسلوب راجل دايما أدبي الأستاذ الزيات بيتبع اتجاه المحافظين. هذا سؤال أحبائي بنات وأولاد ده من التعليق الناس اللي مذاكر عارفة إخواننا. اتسم أسلوب الزيات على مستوى التعبير بتنسيق المفردات والجمل والعبارات بتكلف المرادفات باضطراب المفردات بالغموض. الناس اللي مذاكر عارفة على مستوى التعبير تنسيق المفردات والجمل والعبارات هي الإجابة الصواب أحبائي أبنائي الشباب. القراءة قطع قراءة متحررة، انت برضو عارف اسلوب القراءة اللي مش عارفه اكيد حافظ. القراءة متحررة معنى كلمة، مضاد كلمة، فكرة رئيسة، فكرة فرعية، دليل مباشر، طب غير مباشر، المغزى الضمني، ممكن نسأل في الاساليب، طب علاقة الجمل ايه، الخصائص التركيبية ايه، ثم اسئلة على القطع. الدنيا ان شاء الله كويسة جدا جدا، بس اقرأ القطع قراءة متأنية الله يخليك. هو بيتكلم هنا عن حاجة اسمها لازم نستفيد من التقدم التقني التكنولوجي في التعليم. زمن بال القاء بتاع زمن انتهى، تقعد تحفظ طالب انتهى، لان النهارده انت عاوز تعد المعلم اعدادا جديدة، معلم بيتعامل مع احدث صيحات التكنولوجيا والتقنية علشان يقدر يواكب العصر. يقول الكاتب من متطلبات القرن 21، يعني من دواعيه ومتطلباته، مساعدة المتعلمين على الابداع مستخدمين وسائل تقنية أي تكنولوجية تناسب الموضوعات الدراسية التي يقدمونها لطلابهم. إذن اليوم إحنا في حاجة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في التعليم اليوم علشان أقدر أقدم المعلومة للطلاب وأساعد أبنائي على الإبداع هكذا. طيب وهذا يستلزم أن يتطلب إعداد المعلمين على تحقيق ذلك من خلال امتلاكهم لمهارات التدريس من خلال وسائل التقنية الحديثة. الكلام عام تمام كده؟ طيب لو ان المعلم والكلام عام غير فقيه مش عارف يستخدم احدث وسائل التكنولوجيا فكيف يستطيع ان يعلم هذا الجيل؟ ده كلام الكاتب يا اخواننا. فلهذا الانسان واعي الدبي يتطلب الاتي، لازم احنا نقوم باعداد المعلمين اعدادا جديدا بحيث ان المعلم يبقى قدير وواعي باستخدام أحدث صيحات التقنية الحديثة. فلو تمكن المعلم من أدوات التكنولوجيا هيبدأ ينشئ لي جيل خلاق جيل مبدع. ويرى كثير من دي وجهة نظر، ده مجرد رأي مش رأي، يرى كثير من المعنيين أي المهتمين بتعليم اللغة بأنه لم يعد مقبولا تربويا في عصر المعلوماتية أي التكنولوجيا أن يتبع المعلم طريقة الإلقاء في تعليم اللغة، يعني إلقاء بس أمسك كتاب وحفظ بس. ولذلك فيجب استخدام تكنولوجيا التعليم هكذا يقول في الوقت الذي تصدرت أي احتلت فيه وسائل التعليم التقني والإلكتروني مركزا متقدما في عملية التعليم. يعني لا يصح أن في أستاذ يعلم الطلاب بعقلية الزمن الماضي في زمن سيطر فيه التعليم الإلكتروني على كل شيء. يقول الكاتب هكذا ولذلك تعليل بيعلل فيجب استخدام تكنولوجيا التعليم في تعليم اللغة وبخاصة تلك البرامج الحاسوبية التي تعتمد على الصوت والصورة والمناقشة المنظمة من قبل المعلم. يعني يا فندم النهاردة باش ينفع أي كلام كله كلام مكتوب وأقرأ، لأن النهاردة أنا بعلم الطالب وأدي له صورة مصورة، بعلم الطالب فيديو حديث، فتلاقي الطالب بيربط التعليم النظري الحروف بالواقع. فلازم أعتمد على هذا التعليم المرء المقروء وبرضه كما قلنا المشاهدة. إذن بينبهك أن لازم أربط التعليم بالواقع، أربط التعليم بأحدث وسائل التكنولوجيا. والمعلم الناجح صفاته اللي بيستجيب لتطورات الحياة وما يحدث في المجتمع الإنساني من تغيرات وما يستجد فيها من اتجاهات. يبقى صفات المعلم الناجح أن يكون إنسان معاصر، يعاصر كل ما هو جديد، يبقى يكون إنسان متجدد. وهذا يتطلب من المعلم المرونة وعدم الجمود والقدرة على التجديد والابتكار. إذا شرط هذا كله لازم معلم مرن، كذلك مش إنسان جامد، إنسان قادر على الابتكار هكذا. ومعلم اللغة العربية بصفة خاصة بيديه تفوق الطالب في جميع المجالات. فإذا تمكن معلم اللغة العربية من توظيف وسائل التعلم الإلكتروني، يعني لو أستاذ العربي قدر يستفيد من كل الصيحات هذه ومواكبة كل هذا، كل ما يستجد من تقنيات في تعليم اللغة العربية، فسوف تتحقق نتيجة تلك دي نتيجة طبعا يقبلنا هكذا. هو إزاي مثلا مدرس العربي
يستفيد من هذه التقنية أبسط حاجة، أبسط شيء. قديما لما كنا نكشف عن كلمة في المعجم لازم أجيب الكتاب قد كده وأفضل أقلب في الصفحات وأبذل وقت. اليوم أعلم الطالب أدخل هكذا مرة بس، ما تضغط على كذا، خش على كذا، في ثانية يطلع المطلوب، فتوفر الوقت والجهد أنك أنت بتستخدم أحدث وسائل البحث، أحدث وسائل إخواننا التعليم. فبينادي أن لازم مدرس اللغة العربية يتزم بالمرونة والتجديد بحيث يقدر يفيد أبنائه بهذه الصورة. لكن الكاتب ذكي قال إيه؟ قال وهذا يتطلب، يعني عشان الأستاذ بتاع العربي ده يبقى ناجح ده بيتطلب واحد لازم أستاذ اللغة وغيره يبقى عنده إلمام بوسائل التعلم الإلكتروني هكذا المناسبة لتعليم اللغة العربية. يعني أنا عشان أنجز وأنجح لازم أكون ملم بأحدث وسائل التعليم الإلكتروني، الإلمام بأسس استخدام البريد الإلكتروني هكذا، ثم الإلمام بأسس استخدام الفيديو التفاعلي في صيغة الأهداف والتهيئة. إيه الفيديو التفاعلي؟ ما في نقاش بين ابن الطلاب صح خطأ، علامة تظهر بصواب، علامة بخطأ إلى آخره، وعرض الدرس بصورة جديدة. يبقى الدنيا كلها بتتكلم في شيء واحد بس يا شباب، ضرورة استخدام أحدث وسائل العصر في عمليات التعليم. بص يا فندم فضلك كده، ما مراد في كلمة هذا يستلزم؟ يستلزم يعني يتبع، يتبع يعني يتبع، ولا يقتضي أم يجب أم يعد؟ طبعا هذا يستلزم عندنا يخبرنا أن يتطلب ويقتضي. مضاد كلمة مقبول، هذا الشيء مقبول، مضاد المقبول المرفوض أم الممنوع أم ترى المذموم أم المهدر؟ طبعا يخبرنا عندنا الشيء المقبول مضاده الشيء المرفوض. علاقة قوله الإلمام بوسائل التعليم الإلكتروني، هل ده تعليل أم نتيجة أم تأكيد أم تفصيل؟ انظر أحبائي ابن وبنتي كده، هو لك كده يا إخواني، يستطيع أداء دوره بنجاح في ظل التعلم الإلكتروني، ومن هذه الكفايات ما يأتي، ومفصل الإلمام الإلمام الإلمام. هنا طبعا يا إخواننا عندنا بيكون تفصيل الرجل بيفصل ما يتطلبه أو ما يحتاجه المعلم. يهدف الكاتب من كتابة هذا الموضوع إلى ماذا؟ التأكيد على أهمية التكنولوجيا في التعليم، تحديد دور المدرسة، إبراز أهمية مشكلة التعلم لدى الأطفال، إبراز دور المعلم العصري. طبعا يا إخواننا هنا هو التأكيد على أهمية التكنولوجيا في التعليم. ما ورد في الفقرة الثالثة يدل على أن المعلم الناجح ده بالفهم هو من لديه الأخلاق الحميدة حلوة ماشي، القدرة التربوية ماشي، العصرية والمرونة. هو قال لي في الفقرة، في الفقرة اللي بقول الفقرة اللي في الفقرة هي العصرية والمرونة، لازم يكون إنسان معاصر مرن. قال في الفقرة الأخلاق الحميدة صح بس مش في الفقرة، القدرة التربوية بس مش في الفقرة، التواصل مش في الفقرة، لكن يا إخواننا عندنا العصرية والمرونة. في الفقرة الثالثة كان كلام الكاتب، أدي الفقرة الثالثة يا إخواننا، لما قال يا إخواننا الثالثة لما وأرى هكذا ويرى كثير، دي كانت عندنا يا إخواننا أدي واحد اتنين. يقول الكاتب هكذا ويرى كثير من الناس، اقرأ هكذا، يقول في الفقرة الثانية يرى حقيقة أم مجرد رأي أم مسلمة أم خيال؟ أنا قلت لسيادتك لما تلاقي كلمة بتكلم إيه يرى، ما بتكلم أرى، لا يرى، أقترح هكذا، يبقى ده بيسمي مجرد رأي من وجهة نظره يرى، فهذا يعد مجرد رأي. حقيقة أو مسلمة قريبة من بعض، الحقيقة كلام بيجيب عليه شواهد وأدلة، المسلمات الحقائق الكونية كان تقول الأرض كروية وغير هذا. أما حين يقول كاتب أرى كذا يرى البعض كذا، نقول هذا مجرد رأي. الفكرة الناقصة هو اللي يردها يخلي بالهم أحيانا بيجيب بتطبيق كامل زي كده أو نموذج كامل لك إيه الفكرة الناقصة، فده عايز ذكاء من الكاتب. تعال نشوف قد أربع اختيارات إيه الفكرة الناقصة. ضرورة إلمام المعلم بوسائل التعليم، لا دي موجودة. ضرورة إلمام المعلم بالتعليم التفاعلي، لا دي موجودة والقطعة. ضرورة استخدام التكنولوجيا موجودة. ضرورة تهيئة الحياة الاجتماعية الكريمة للمعلم حتى يتفرد الإبداع، دي فعلا الناقصة دي. هو ما لهاش، أنت بتطالب المعلم أن يكون مبدع هكذا، لا برضه في نفس الوقت اهتم بالجانب الحياتي والجانب الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة حتى يتفرغ المعلم للإبداع. اسمها الفكرة الناقصة اللي الكاتب مالش عليها، ونخلي بالنا من موضوع الفكرة الناقصة يا ابنائي. هذا عندنا يا اخواننا يقول البراعة في تعليم اللغة العربية بيحتاج إلى عدة محاور. ما هي يا اخواننا؟ الإلمام بوسائل التعلم الإلكتروني، الإلمام بأسس استخدام البريد الإلكتروني، نعم، الإلمام بأسس استخدام الفيديو التفاعلي بينهم الطلاب، نعم. كل ما سبقت عندنا يا أحبائي هي الإجابة الصحيحة والسليمة بهذه الصورة.
الجزء اللي معنا الآن هو البلاغة. هذا الشاعر الجميل أحمد زكي أبو شادي، وطبعا أحمد زكي أبو شادي هذا رائد مدرسة مين؟ أبولو. يقول الشاعر قبل ما أبدأ أعتذر، يعني الناس اللي مذكرة أدب أبولو واخد بالها من حاجة، إن أحمد زكي أبو شادي هو الذي أكثر من شعر سياسي لو حد عنده خلفية، فخلي بالك وبيتكلم تحس تشعر كأنه بيتكلم عن سياسة. يقول: أيها الشعب لماذا تنتحر ولماذا تترك الجاني يفر؟ يعني بيقول للشعب كن شعبا عاقلا، لماذا تنتحر، لماذا تتناحر؟ يعني الشعب يقتل بعضه بعضا ويترك الجاني، يقصد المحتل أو أي رمز استبداد. ولماذا تترك الجاني يفر؟ يعني هل من المنطق أن يقاتل بعضنا بعضا ونترك الجاني؟ لا، دي حماقة. ولماذا أنت تلهو بالخطر؟ أنت بتستهين بالخطر، يعني الاستعمار ورمز الاستبداد، بدل الحزم لإحراز الوطن. الحزم يعني الجد. بقول له: أيها الشعب كن جادا لتحقق الهدف الوطن الحرية. إذن هو يوجه اللوم للشعب الذي يتقاتل فيما بينه ويترك سبب البلاء، ثم يلوم على الشعب الذي يستهين بحرية الشعوب، ولكن نديه أن يكون جادا لإحراز الهدف. من الفدائي؟ الفدائي هو الحر الذي يخلق الحق إذا الحق اندثر. الفدائي إذا مات الحق أحياه. الوطن حق، المستبد أو الوطن المستعمر، لأنت تحييه بالحرية. فكانوا عبارة عن توضيح بعد إبهام. من الفدائي؟ هو ذلك الإنسان الحر الذي إذا مات حق أحيا. ويقولوا في المثل البلدي: ما مات حق وراءه مطالب. فالوطن حق، فيقول احي الحق، رجع الحرية لوطنك كيفما كان. لا الذي يحرق أمجادا لهم أسعدته مثل حلم يحتقر. يعني مش هو الإنسان اللي بيتغنى بالأمجاد، يتغنى بالأمجاد التي مضت كأنها حلم وانتهى. فالراجل واعي بيقول للشعب انتبه، احذر، اترك التقاتل، ابحث عن عدوك الحقيقي، رجع الحق من تاني، خلي وطنك قوي، لا تتغنى بالأمجاد فحسب، ولكن اصنع مجدا جديدا. فالإنسان العظيم هو الذي يخلق مجدا جديدا إلى جانب التغني بأمجاد السابقين. انظر أيها الشعب، هذا أسلوب إنشاء، لمحة كده بلاغية فيها تنبيه، هكذا ينبه ينادي أيها الشعب. فترى أن هذا الشعر كأنه ينبه لماذا تنتحر، في استفهام. هذا الاستفهام فيه تعجب ودهشة وصيح استنكار. ولماذا تترك الجاني يفر؟ لا، أبص الكلام الجميل، تنتحر يفر، هذا تصريع. ولماذا أنت تلهو بالخطر؟ هذه استعارة جميلة، صور الخطر كأنه شيء مادي يلهو به. طبعا دي توحي باستهانة واستهتار الشعب بدل الحزم لإحراز الوطر. الفدائي هو الحر الذي، هذا يسمونه هكذا يا أخوانا، توضيح بعد إبهام، ليس التفصيل، التفصيل أنت بتجزأ. فكأن كلمة الفدائي كلمة غامضة هو يوضحها. هو الحر الذي يخلق الحق، وهذه استعارة جميلة، يخلق الحق استعارة، صور الحق بشيء مادي يخلق أو كإنسان يخلق. إذا الحق اندثر استعارة، بيصور الحق كأنما هو شيء مادي يندثر أي يدفن في التراب. لا الذي يحرق أمجاد، هنا بقى في مشكلة جميلة قوي، ده بنسميه هذا اللي معنا لا اسمها لا العاطفة. الفدائي هو الحر الذي يخلق الحق إذا الحق اندثر، لا الذي يحرقه. لا العاطفة يا أحبائي غريبة تيجي في الشعر من بيتين. إيه لا العاطفة؟ تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها. أو إيه؟ ذاكرت النحو للبلاغة. هو لك أدي الحر، من الحر يا فنم؟ الإنسان اللي بيخلق الحق ويحيي الحق، وليس ذلك الذي يعيش على الأمجاد التي انتهت. لا الذي يحرق الأمجاد أو يحرق أمجادا، هذه استعارة مكنية، صور الأمجاد بشيء مادي يحرق. له أسعدته مثل حلم يحتقر. طيب سيادتك عندنا بقول له مش هو الإنسان اللي عايش على الأمجاد
ومن كثر ما بنكرر الأمجاد أصبح كأنما هي أحلام حقيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، بنادي الناس تصنع أمجادا لنفسها. مصدر الموسيقى في البيت الأول أبنائي تنتحر يفر، هذا عندي تصريع. طيب انظر لهذا السؤال، غرض الاستفهام في البيت الأول لماذا تنتحر، النفي أم التقرير أم التعجب أم التنبيه؟ أكيد التعجب، هو يتعجب من هذا الشعب الذي يتقاتل ويتناحر. نوع القصر هو الحر، هو دي مبتدأ أبنائي، الحر هذه خبر يا أبنائي. طب هو مبتدأ والحر خبر، يسمى تعريف الطرفين، يبقى هذا قصر بتعريف ركن الجملة الإسمية. يحتقر هذا فعل ماض مبني للمجهول، فهذا إيجاز عندنا أحبائي الشباب، بماذا؟ بحذف الفاعل. الحق اندثر، هذه استعارة، صور الحق بشيء مادي يندثر، وهذه استعارة مكنية. طبقا لفهمك الأبيات تمام، الحر عند الشاعر هو الذي يتغنى بأمجاد الماضين، الذي يحيي الحق إذا ما مات، الذي يلهو بالخطر، الذي يترك الجاني يفر. طبقا للأبيات لا، هو الذي يحيي الحق الذي مات. اللون الشعري الذي أكثر منه أحمد زكي أبو شاري وقلل منه الآخرون، الشعر العاطفي، الشعر الوصفي، الشعر الاجتماعي. أصاب أبنائي إنما هو الشعر السياسي. هذه الأبيات فيها وحدة فنية، موضوع واحد يعني، ولا تعددت الأفكار، ولا فيها ما يشبه الوحدة الفنية، أم تنوع العاطفة؟ يا حبيبي أنتوا ناس محترمين، ده أدب أبولو، ولو إن ولادي وحبيبي واخدين بالهم، أبولو لما جددت في الشكل ما كان فيه تجديد في الموضوعات اللي هو الإيمان بذاتية التجربة. في برضه عندي حاجة اسمها التجديد في الشكل، مش قلنا عندنا مالوا إلى تحرير القصيدة من وحدة القافية، ثم مالوا إلى الموسيقى الهادئة للصاخبة، ثم اهتموا بالوحدة الفنية، الذي أساس أبولو موضوع واحد، إحساس واحد، عاطفة واحدة. إذن كانت الإجابة السليمة أحبائي الوحدة الفنية. قصة الأيام الجزء الثاني في ضوء نواتج التعلم. إحنا برضو بنقول معلومة حبيبي، خلي بالكو كويس قوي، الأيام ننهيها كأحداث بإذن الله عز وجل. أما بتبدأ المراجعات بتبقى الأحداث بقى بنجيب أسئلة استنباطية فيها فهم، بس أنا بفهم الحدث الأول بس أقدر أحط عليه أسئلة استنتاجية استنباطية. اللي حضر معنا إن شاء الله الفصل الثالث، كان مصدر عذاب الصبي حياؤه الشديد، وحدته في الغرفة، حرمانه من مجلس أخيه، قلة العلم. طبعا أنت ربنا يحفظك، الإجابة عندنا الوحدة في الغرفة. كانت ضحكات الشباب في مجلس الظهر، يضحك لها، تبتسم شفتاه ويحزن القلب، يفرح لها، يشتغ بينها وهي دي اللي قلناها في الشرح، تبتسم شفتاه ويحزن مين القلب. ركز، تبتسم الشفاء يعني شفايفه تبتسم بس قلبه حزين. لو انت مذاكر ليه كان بيتمنى يقعد مع اخوه، بحيث ان هو طبعا يشبه حاجة العقل الى العلم، وحاجة الجسم الى الشاي، وحاجة السمع الى الحديث. الناس اللي مذاكر على فكرة. كان الصبي يشارك الشباب في مجلس الضحى بالضحك العريض، بالمناظرة والحوار، بابتسامة نحيلة، بشرب الشاي. أحبائي اللي واخد كويس جدا القصة، قلت لابن وبنت الآتي، مجلس الضحى ده اللي كان بعد درس الشيخ بخيت الذي كان يدرس في مسجد سيدنا الحسين، وقلت لك كان بيقعد شوية يضحكهم، فكان طائع جنب أخوه، فكان لما يضحكهم يشاركهم بابتسامة نحيلة. كان محمد عبده يدرس كتاب دلائل الإعجاز التحرير شرح الكفراوي الفير ابن ملك. طبعا أحبائي الناس اللي مذاكر عارفة إنما هو كتاب دلائل الإعجاز. كان الصبي لا يستطيع الخروج إلى باب الحجرة ليسمع أخاه وأصحابه بسبب عدم معرفة الصبي مكان الباب، لا هو عارف مكان الباب. إغلاق أخيه الباب، اللي حضر معايا أخوه كان سايب الباب على آخره علشان كياطا ما كانش عارف يرد الضحك الغليظ، خوفه من أن يفاجئه أحد مرة. نعم الحنين للكتاب ده، الناس اللي فهمة، وكان خايف يقرب من الباب، ممكن أخوه يقابله رايح فين يا طا، أو حد يسأله في حاجة يا شيخ طا. كانت هناك أصوات مصمتة، أيوة أحبائي من فاكر الأصوات المصمتة، هل صوت الألم
كلا، صوت الإحلام كلا، صوت الحنين لا، صوت تكسير الخشب. لأن لما كان بيكسروا خشب هذا يؤذن بصنع الشاي، وطاك نفسه فين في الشاي. الحسرات اللازعة التي كان يشعر بها الصبي في القاهرة، الحنين للريف، وأرجو من أحبائي يخلي بالهم من نموذج الإجابة دي متعدلة، عشان يعني أنا بنسعى جدا جدا لما أولادنا يبعثوا ملاحظات، يعني ده شيء يفرحنا طبعا إن ابننا طالب أو طالبة يعني يعدل علينا، ده شيء طيب شيء يسعد. فحبيبي لما جينا شرحنا بننبههم إنه كان بيشعر بماذا؟ بحسرة لازعة. إمتى؟ لما كان بيحن للريف. يبقى الحسرات اللازعة اللي كان بيشعر بها في القاهرة ليست عندنا الوحدة، لا، لو فاكر أنت كانت هناك حسرات أشد ألم، حسرة الحنين إلى الريف. مما كان يسلي الصبي عند حانوت محمد عبد الواحد، برضو هننبه عليه يا إخواننا، وخلي بالكم، أرجو نخلي بالنا من اللي جاي يا إخواننا، إيه اللي كان بيسليه؟ الأحاديث الريفية البسيطة الساذجة، طيب قراءة صاحبي الحانوت له بعض الكتب، أغاني حسن، نشيل حسن، حسن كان في الفصل الثاني، اللي بجد لو انت فاكر اللي كان بيسعد طه حسين، خلي بالنا برضو يا اخوانا من الاجابه دي معدله يا حبايبي يا اولادي يا حبايبه، اللي كان بيسعده حاجتين، لما قلت لك ان كان بيقعد بجوار الدكان كده يسمع لاحاديث مين؟ الزباين، فده كان يسعده. وبرضو لما كان محمد عبد الواحد او اخوه محمد عبد الواحد يقرا له كتاب، فطافئا اللي كان بيسعده الاحاديث الريفيه البسيطه إلى جانب قراءة صاحبي الحانوت أو أحدهم الكتب لطه حسين. مين اللي كان بيقرأ كتب السير والمغازي ليه؟ ما كانش محمد أو محمود عبد الواحد، لا، اوعى، لا، اللي كان بيقرأ له أحد أصدقائه بس، أحد أصدقائه اللي كان بيقرأ له بالنص واحد من أصحابه وليس محمد أو محمود. حبيبي كان مجلس والد الصبي، أبو طه في المجلس بتاعه كان بيقعد من إمتى لإمتى؟ لو أنت فاكر من العصر إلى أن تصلى العشاء. إن العلم لا يكلف طلابه أهوالا ثقال، المقصود بهذه الأهوال غلظة الشيوخ كلا، الفقر الشيء كلا، طبقا لهذا الفصل وحدة الصبي، ونعم هي دي وحدة الصبي ومعاناته اللي كان بيجدها فين؟ في الغرفة. لأن بنص الكتاب قال إن العلم لا يكلف أصحابه أو طلابه أهوالا ثقال بسبب هذه المعاناة. كان الشاب الأزهري يذهب بعد صلاة المغرب إلى درس الإمام صديقي السوري أصحابه لقاء الحاج علي، لا، قلنا بعد المغرب كان في درس الأستاذ الإمام محمد عبده. الصبي لو كان مع أخوه يأتي على الطعام كله يعتذر عن الطعام أم يقلل؟ قلت لك لو فاكر كان بيقلل من الطعام يا أبنائي. كان الصبي في حاجة مسة المصباح، لأنه يجد فيه جليسا ومؤنسا، نورا وضياء، بهجة ويقظة. ولا عندنا يا اخوان هي من الاخر الناس اللي مذاكرة عارفة طه حسين ما بيشوفش، مش محتاج النور يا ما كنا، واصلا ما كانش فيه بهجة، ده كان حزين. اللي مذاكر يعرف كان يجد في هذا المصباح جليسا ومؤنسا. كانت هناك امور اخرى ترزع الصبي خلاف تلك الاصوات، تأخر اخي، الاحلام المروعة، حركة صغار للحيوانات. انا قلت لك ان طه ألف صوت الظلمة، اللي كان بيرعبه الحيوانات الصغيرة والحشرات الصغيرة كانت ترعبه. كان آذان العشاء يثير في نفس الصبي هما، لا، يأسا، لا، أملا قصيرا يعقبه يأس إيه طويل. ليه؟ أنت فاكر قلت لك ليه الأمل القصير؟ أخوه هيجي هيخلع ثيابه، هينور المصباح، هيشيع جو من البهجة، بس بعد شوية هيسيبه يروح عند مين؟ عند أصحابه. أمل قصير يعقبه يأس طويل. الأمل القصير الذي كان يثير آذان العشاء، قدوم الشيخ راضي، قدوم أبي أم قدوم أخي؟ نعم، قدوم أخي، ده الأمل الفرحة، قدوم أخي. اليأس الطويل، طول الليل، لا، أم ذهاب أخي للمذاكرة مع أصحابه؟ نعم، اللي حضر معنا هو ده اللي جاب جيم. قلت لك أخو كان بيعمل يجي بيغير هدومه وكتبه ومطاف المصباح وينيم طاوي ويغطي طاه ويطلع يذاكر مع أصحابه، والصبي أصلا ما كانش بينام. يبقى الهم الطويل، الياس الطويل، ذهاب أخي إلى أصحابه. كان الصبي يستسلم للنوم إمتى؟ حين يؤذن الفجر، حين يسطع النهار، حين يعود أخي، حين يعود أخي كما قلنا من عند أصحابه، ويسمع أنفاس أخوه صاعدة هابطة. حبيبي ده كان الواجب. معلش طويل شوية، هو النصب والجذب خد وقت، الوحدة الخامسة مهمة جدا جدا.
نشد حينك إن شاء الله. لو حد طبعا بيحب بيتابع محاضرتنا إن شاء الله على منصة فه بننبه حبيب الشباب في مراجعتين مهمتين جدا. المراجعة الأولى تبقى يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله بإذن عز وجل، هنراجع فيها النواسخ كاملة مع أدب أبولو. الجمعة اللي بعدها بإذن الله الراجع الوحدة الرابعة كاملة بإذن الله عز وجل مع أدب المهاجر. لا يبقى إلا أن أدعو الله عز وجل لكم جميعا بالتوفيق. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.